تمام كده يا دكتور، انا كده فتحت البث المباشر وبدات التسجيل لو حضرتك. الحمد لله دلوقتي كده تمام. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم في المحاضرة الثامنة من محاضرات كورس Document Information Management. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة أول يوم من أيام السنة الهجرية الجديدة، إن شاء الله ربنا يعيدها علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. إيه طيب، احنا هنبتدي. احنا طبعا النهارده 30 يوليو 2020 2022، احنا لسه برضو بنكمل في الموديول الاول من فاونديشنز. عاوزين نعمل بس ريفيجن سريع كده على المحاضرات اللي احنا اخدناها زمان. احنا اول حاجه اتكلمنا على الفاونديشن بتاعه الدوكيمنت كنترول، وقلنا ايه هي الاساسيات بتاعه الدوكيمنت كنترول سيستم في اي شركه. بعد كده اتكلمنا عن الايزو، ان احنا ازاي نقدر نطبق الايزو في الشركات بتاعتنا اللي احنا شغالين فيها، وازاي نقدر نطبق ده على الديلي بيزنس اللي احنا بنعمله في الشغل بتاعنا. بعدين اتكلمنا على التاسكس اللي بيعملها الدوكيمنت كنترول، ابتداء من استلام الورق ومراجعته وتوزيعه وتخزينه وازاي كل الكلام ده. فمحتاجين نراجع، هو احنا لما كنا بنستلم الورق او بنستلم اي دوكيمنتس موجوده عندنا في الشركه كنا بنعمل عليها تشيك دوكيومنتس ازاي؟ او كواليتي تشيك ازاي؟ حد فاكر؟ النمبر تمام، والريفيجن والستامبس بالظبط، الأختام، الديت، السبجكت، الستامب، الريسيفت ده احنا بنعمله آخر حاجة في الستامب دي، الأكشن بنعمله بعد ما احنا بيحصل له ريسبمنت، بعد ما بيحصل له ريفيو بعد كده بنعمل له ريسبمنت، reference, revision, approval, status, signature, attachments, bravo, موافقات, due responsibility, title يكون مظبوط وال attachment بالظبط كده. طيب خلينا نفتكر كده مع بعض السامبل اللي احنا اتكلمنا عنها. كنا بنقول أول حاجة بنراجع فيها الـ reference number sequence number بتاع الـ documents دي مع الـ documents اللي احنا استلمناها قبل كده، فلازم يكون ده sequence بعد الرقم، مش قبليه ولا معدي رقم ولا أي حاجة، يكون إن هو sequence number على آخر رقم احنا استلمناه. تاني حاجة كنا بنتكلم عليها الـ date، وقلنا إن هو لازم يكون date بتاع النهاردة أو date كتير قوي بتاع امبارح، مش أكتر من كده. بعد كده اتكلمنا عن الـ subject بتاع الـ documents، الـ document type، نوع الـ documents اللي احنا بنستلمها دي نوعها إيه. وبعدين احنا ليه بنستلم الدوكيومنتس دي؟ هل هي فور انفورميشن ولا فور ابروفل ولا فور ريفيو اند كومنتس؟ تمام. وبعدين قلنا ان احنا نشوف ان حد ماضي عليها او هي سبميتد باي مين، مكتوب عليها اسم مدير المشروع يكون موقع بالاسم بتاعه. تمام. واخر حاجه قلنا الستامب، لازم تكون كل حاجه احنا بنستلمها، لو احنا استشاري فاحنا لازم نتاكد ان كل حاجه تكون مختومة بختم المقاول على كل ورقة، الورق اللي احنا بنستلمه. وآخر حاجة قلنا ان الاتاتشمنت تكون المرفقات تكون مظبوطة، ويكون مكتوب في الكفر لتر بتاعنا ده أي حاجة بتريفير لعدد الاتاتشمنت والورق اللي موجود مع الدوكيومنتس اللي احنا استلمناها دي. تمام. بعد كده اتكلمنا عن الريجستريشن. حد فاكر احنا كان عندنا كام نوع من الريجستريشن احنا اتكلمنا عنه؟ استاذ كرولوس بيسال هل دي اول دي محاضره ليا هقدر اتابع؟ احنا كل مره بنعمل ريفيو على اللي قبل كده، فان شاء الله هتقدر تتابع. حضرتك لو شفتها من على اليوتيوب هتقدر تتابع معانا، مفيش مشكله. اللوجز، ايوه، ايه اللوجز اللي احنا اتكلمنا عنها؟ ترانسميتال، ايه كمان؟ شوب دروينج لوج، الكورسبوندنس بالظبط، الريكوست فور انفورميشن، الاي ار والام اي ار، الريكوستات، المرسلات، ماتيريال سبميتد، انسبكشن ريكوست، ماتيريالز ابروفل، ماتيريال انسبكشن،
twist rfi as built drawing correspondence بالظبط. دي كل الدوكيومنتس اللي احنا بنقول عليها ان احنا بنعمل لها ريجستريشن جوه الفايلز عندنا او جوه السجلات بتاعتنا. طيب ايه الداتا اللي كانت بتبقى مطلوبه مننا ان احنا نملاها؟ كان في عندنا داتا اساسيه مانداتوري، كان في عندنا داتا اختياريه ممكن نبقى نكتبها وممكن ما نكتبهاش، يعني بتبقى حاجه حسب اختيارك. ديت ايه بقى يا استاذ محمد طه؟ ما نقولش ديت ونسكت. ديت ايه؟ received date. بالظبط كده، date of received مش date بس. subject بالظبط، reference number، a revision، a description، a reply date، a type of documents. الدروب ليست دي جزء من الحاجات اللي احنا من التكنيكس اللي احنا بنتعامل فيها في الريجستريشن. الاكشن كود، فروم وتو دي بتبقى في الكورسبوندنس، التايتلز بالظبط. نعمل هايبر لينك يا استاذ محمد طه علشان فعلا علشان نسهل علينا نسهل علينا ان احنا نقعد نعمل سيرش على الدوكيومنتس. الستاتوس، البيلدينج، الاريا في الرسومات، overdue alarm بالظبط كده. بالظبط هي دي كل الداتا اللي احنا بنبقى محتاجين ان احنا نكتبها. احنا بناخد كل الداتا الموجوده عندنا في الكفر وبنبتدي ان احنا نكتبها تفصيليا في الريجستر علشان لما نيجي ندور عليها يبقى عندنا الداتا دي كلها. احنا بس بندخل نبص في الدوكيومنتس الاصليه دي على الكومنتس، على الديتيلز اكتر، على حاجات انا مش محتاجه ادور عليها، يعني يبقى باين قدامي من الريجستريشن ده كل البيانات اللي انا محتاجه ان انا ادور عليها، تمام؟ عشان توفر لي وقت في الحاجه التانيه دي. طيب وبعد كده اتكلمنا عن الديستريبيوشن. كان في مصطلح كده بنتكلم عنه في الديستريبيوشن، قلنا ان هو ده اللي احنا بنشتغل فيه دايما في الديستريبيوشن. distribution matrix بالظبط كده. distribution matrix حاجه من ضمن اهم الحاجات اللي احنا بنتعامل فيها في الديستريبيوشن عشان هي بتسهل علينا كتير جدا ان احنا نوزع الدوكيومنتس بتاعتنا في وقت قياسي، في وقت بسيط، ما بنقعدش ندور كل شويه مين اللي مسؤول عن الدوكيومنتس دي، اوديها من فين ولا اجيبها من فين. بيبقى عندك matrix، بيبقى عندك موصوفه بتقول ان كل دوكيومنت حضرتك هتستلمها المفروض ان هي تروح لمين من غير ما تقعد تسال فيها مدير المشروع او الديبتي او اي حاجه من كده. فبالنسبه لنا ده كانت اكتر حاجه بتسهل علينا الشغل في ان احنا بنستلم الحاجه وبنعمل لها ريجستريشن، وتالت خطوه على طول ان احنا بنعمل لها ديستريبيوشن عشان ما يبقاش عندك ديلي. واحنا قلنا ان احنا دايما بيبقى عندنا الجاب ما بين الريسيفد وما بين الديستريبيوشن، قلنا فتره زمنيه لا تتعدى ايه؟ لو حد فاكر بالظبط كده، لا تتعدى يوم عمل. لو حضرتك استلمت النهارده الساعه 5 يبقى كبيرك بكره قبل الساعه 5 تكون الدوكيومنتس بتاعتك دي تكون هي بالظبط 24 ساعه او يوم عمل 8 ساعات عمل. ان تاني يوم لازم تكون موجوده عند الشخص المسؤول علشان ما تبتديش انت تاخد وقت كمان اضافي زائد وقت الريفيوينج بتاعه، انت كمان تاخد وقت تاني في ان هي تبقى تتركن عندك او ان انت تقع في المشكله ان هي ممكن تتنسي، ان هي ممكن تدخل في ورق تاني، يبقى عندك مشكله كبيره. ده الجزء اللي احنا خدناه المره اللي فاتت، تمام؟ هنبتدي النهارده المحاضرة التامنة إن إحنا نبتدي نتكلم عن الكنترول أوف كمبيوترايز داتا. إحنا عندنا الداتا دي، أنا دلوقتي خلاص أنا عملت ريجستريشن الدوكيومنتس بتاعتي، وديت الأصل بتاعي اللي هو الأوريجينال كوبي اللي عندي، اديتها للشخص المعني. هبتدي إن أنا أعمل سيستم عندي على الكمبيوتر بتاعي أو على السيرفر اللي عندي علشان أكنترول الداتا اللي دخلت بالطريقة دي. طبعًا إحنا عندنا نوعين من الداتا، سجلات وانفورميشن، تمام؟ السجلات دي اللي حضرتك بتكتبها بايدك زي الريجستريشن، زي الاكسل شيتس، زي الاكسس مثلا، الحاجات اللي انت الداتا اللي انت بتدخلها على اعتبار ان هي سجل اللي انت بتسجله. في حاجه تانية زي مثلا الدوكيومنتس اللي بيتعمل لها سكان عندك وانت بتحتفظ بيها. طب هتحتفظ بيها ازاي؟ هل هتحط كل داتا المشروع في فولدر واحد وتتعامل على اساس ان هي دي؟ ولا احنا بنتعامل
ان احنا بنعمل سكان وبنعتمد ان السكان ده مكتوب فيه الديت بتاع النهارده، فخلاص انا مش محتاجه اعمل له رينيم. طيب ممكن يعني كل واحد كده يقول لي هو بيتعامل في الداتا، في السوفت كوبي بتاع الداتا ده ازاي؟ هل انت بتعمل له رينيم ولا هل بتسيبه؟ بتقدر تعمل له كلاسيفيكيشن بأنهي طريقه؟ خلينا عن الهارد دلوقتي شويه، احنا دلوقتي بنتكلم على السوفت، بنتكلم على الحاجات اللي داخله على الكمبيوتر. انت عملتها سكان وعملت منها خلاص الاكسل شيتس بتاعتك، عملت ليها ريجستر، هتبتدي ان انت تعمل لها تصنيف. تمام، باي تايب. يعني ايه باي تايب؟ وضح لي اكتر كده يا استاذ نبيل، ولا يا استاذ احمد، ايهاب، سوري. RFI Material Submittal Scan Rename Renaming by Code. تمام، يعني إيه Renaming by Code؟ Scan Rename Saving Folder and File Discipline. تمام، كل وثيقة على حسب التقسيم. تمام، الرينيم بقى احنا بنعمل الرينيم ازاي؟ يعني هل في ستاندر حضرتك بتعمله في الرينيم، ولا انت بتعمل الرينيم بتكتب عليها مثلا دي ماتيريال سبميتر رقم واحد مثلا؟ كودينج. تمام، كودينج سيستم. فاكرين الكودينج سيستم اللي احنا اتكلمنا عنه في ال، حد فاكر اتكلمنا على كودينج سيستم فين؟ بالظبط، ان دروينج. بس احنا كنا اتكلمنا عنه امتى؟ اتكلمنا عنه في الريفرنسز اللي احنا بنستلمها. احنا قلنا لما احنا قلنا ان احنا بنراجع الريفرنس بتاع الدوكيومنتس، قلنا ان احنا هنشرحها عن طريق شقين، ان احنا ازاي اول حاجه بنكريت الريفرنس ده، اتنين ان احنا ازاي بنستلم الريفرنس ده. اول حاجه لما اتكلمنا عن الريفرنس قلنا ان اول حاجه لازم يكون فيها رقم المشروع، يكون موجود في كل ريفرنس من الريفرنسز بتاعت الدوكيمنت بتاعتنا. اتنين قلنا ان احنا نكتب نوع الدوكيمنتس بتاعتنا. تلاتة قلنا الديسابلين او الديبارتمنت اللي هو بينشئ الورقه دي او الدوكيمنتس دي بترجع ليه، فلازم يبقى موجود الديبارتمنت او الديسابلين. وقلنا كمان السيكونس نمبر والريفيجن نمبر، صح؟ وقلنا ان لازم نحدد اذا كانت الدوكيومنتس دي ان ولا اوت، يعني هي داخله دوكيومنت فاضيه لسه مش عليها كومنتات، ولا هي خلاص احنا سلمناها للمقاول خلاص الكومنتس موجوده عليها، حصل لها سبمشن وخلاص دي كده اتقفلت على كده. فنفس السيكونس اللي احنا كنا بنعمله في الريفرنسز بتاعه الدوكيومنتس برضو هنرجع نعمله هنا برضو واحنا بنعمل كنترول على الدوكيومنتس على السوفت كوبي بتاعتنا. فاول حاجه احنا قلنا ان الكنترول اوف كمبيوترايز الداتا دي لازم يكون السيستم، لازم بتكون الحاجه عندك بتاعتك اب تو ديت، ابروفل معروف الستاتس بتاعها، مكتوب الريفيجن نمبر بتاعها، معمول لها كنترول، انا قادره ان انا اوصل لها بسهوله. تمام، ده واحد. طيب ايه هي الحاجات او العوامل اللي بتساعدني ان انا اقدر ان انا اعمل كنترول على الداتا بتاعتي دي؟ اول حاجه authorization and authentication، تاني حاجه الاكسس كنترول، بعدين الفيوز، بعدين backup and recovery، بعدين الانتجريتي، واخر حاجه encryption and decryption. هنشرحهم واحده واحده ونحاول نفهم كل حاجه ما بينهم، ايه الفرق ما بين كل واحد فيهم. اول حاجه الاوثورايزيشن. الاوثورايزيشن معناه ان هو التفويض. التفويض ده يعني ايه؟ التفويض ده مصطلح بيطلق على منح الحقوق والامتيازات اللي بتتيح مستخدم معين، بتتيح لمستخدم معين وصول شرعي للمعلومات او وصول شرعي للنظام. يعني ايه؟ انا دلوقتي عندي موظف جديد دخل عندي الشركه، تمام، لازم اديله authority ان هو يقدر ياكسس اي سيستم عندي في الشركه. طيب هو ده اليوزر بالظبط. اليوزر ده دلوقتي عندي، هل هو document control؟ هل هو مهندس؟ هل هو محاسب؟ على حسب الوظيفه بتاعته. تمام، طيب نفترض ان هو مهندس. طيب هو مهندس ايه؟ هو مهندس معماري مثلا.
فهو محتاج ان هو ياكسس على كل السيستم ويقدر ان هو يأدت بس على الجزء بتاع القسم بتاع المعماري، تمام؟ ما ينفعش ان هو يأدت في اي قسم تاني. طيب، فاول حاجة قلنا ان التفويض ده هو مصطلح بيطلق على منح الحقوق والامتيازات التي تتيح لمستخدم وصول شرعي الى النظام. طيب، ده كده التفويض. طب المصادقة؟ المصادقة هي العملية اللي بيتم من خلالها تحديد المستخدم بواسطة نظام إدارة قاعدة بيانات وإثبات هويته لرؤية قاعدة البيانات. خلينا نشرح الكلام الكبير ده. يعني حضرتك دلوقتي لما بتيجي تنزل مثلا على الجهاز بتاعك سوفت وير مثلا زي أدوب أكروبات ريدر مثلا، تمام؟ السيستم الجديد دلوقتي إن حضرتك بيجي الأي تي بينزل البروجرام ده عندك، وبيبتدي بعد كده إن هو يحط مثلا الإيميل بتاعك as a authorization، ان هو يدي لك انت authority ان انت تستعمل اللايسنس دي، تمام؟ حط الايميل بتاعك وقال خلاص ان الايميل ده هيدخل على الاكونت ده بالطريقه دي، وكتب السيريال نمبر وكتب كل حاجه وظبط الدنيا، تمام. البرنامج ده لازم يتاكد ان الايميل ده حضرتك اللي بتستخدمه، فهيعمل ايه؟ هيبعت لك كود نمبر على الايميل بتاعك علشان يتاكد ان الايميل ده صحيح، وان اللي بيتعامل على الجهاز ده هو الاونر بتاع الايميل. فحضرتك هتكتب النمبر ده او الكود اللي هو بعته لك ده في الابلكيشن بتاعه الادوب اكروبات ريدر علشان يتاكد ان هو ده. يرجع تاني يعمل خطوه تانيه اللي هو بيبقى عاوز يعرف رقم موبايلك علشان يتاكد من الشخصيه دي، عشان لو الايميل حصل فيه حاجه يبقى عنده ثيرد بارتي يقدر يتعامل معاه، تمام؟ فبيقوم باعت لك كود تاني على الموبايل عندك، بيطلب منك ان انت تكتب رقم موبايلك، وبعدين بيقوم باعت لك الكود ده على الموبايل بتاعك، تقوم انت ناقل الكود ده في نفس الصفحه علشان يتاكد ان هو ده الايميل الصحيح بتاعك، وان هو ده الرقم التليفون بتاعك. هو كده قدر ان هو يعمل تفويض، ان هو ادالك القدره ان انت تتعامل بالميل ده، او ادالك الحق او الامتياز ان انت تتعامل بالايميل ده على اللايسنس دي، وفي نفس الوقت اتاكد قدر ان هو يعمل المصادقه علشان يتاكد ان الحاجتين دول شغالين، وان الحاجتين دول بتوعك انت، الايميل والتليفون ده، تمام؟ واضحه كده الحته دي؟ طيب، نيجي بعد كده مرحله المصادقه دي بتلازم تتم عن طريق حاجتين، عن طريق يوزر نيم وعن طريق باسورد. لو الباسورد ده حصل فيه مشكله هو بيبتدي ان هو يرجع للثيرد بارتي اللي هو واخدهم عشان يقدر يرجع لك فيهم، يعمل فيريفيكيشن بالظبط كده. فهو بيرجع لا اما للايميل لا اما للرقم الموبايل بتاعي. فبالتالي وانا بعمل اي سيستم لازم يبقى عندي، او ان انا وانا بحط السيستم ده على السيرفر عندي لازم ان انا اقدر اعمل الخطوات دي، او يبقى عندي الاكسس ده على الجهاز عندي او على السيرفر عندي علشان ابتدي اتعامل في السيستم الصح. ادي كده واحد. طيب رقم اتنين، الاكسس كنترول. الاكسس كنترول دي يعني ضوابط الوصول. طيب يعني ايه بقى اكسس كنترول؟ انا كده دلوقتي اديت الصلاحيه وتأكدت ان انا لو انا عنده مشكله ان انا اقدر من فين اتاكد ان الايميل ده بتاعه والموبايل ده بتاعه، لو حصلت مشكله في طريقه تانية ان انا اقدر ان انا اوصل له بيه. طيب ضوابط الوصول دي عباره عن ايه؟ هي طريقه من طرق اجراء ضوابط الوصول لنظام قاعده البيانات، هي طريقه لمنح او الغاء امتياز انت اديته له، تمام؟ مين ليه الاكسس ان هو يقدر يدخل يعمل الحاجه دي؟ انا سي مثلا، انا مثلا عندي سيرفر بالظبط كده فول اكسس او ريد اونلي. انا دلوقتي مثلا عندي سيرفر، هل انا كدوكيمنت كنترول ليا الفول اكسس على الدوكيمنتس اللي قدامي او على الداتا اللي عندي، ولا انا ليا ليميتد اكسس؟ طيب لو انا ليا الفول اكسس، هل في حد تاني ليه فول اكسس معايا؟ لازم يبقى معروفين مين الناس اللي هم بيسموهم ايه، بيسموهم ادمن على السيستم، ومين الناس اللي هم ريد اونلي. طبعا على اي سيرفر بيبقى موجود لازم يبقى فيه حته كده اسمها شير، في مكان موجود على السيرفر درايف مثلا،
كل الناس تقدر تحط الدوكيومنتس بتاعتها وتشيل الدوكيومنتس بتاعتها. دي ليه؟ دي فايدتها ان هو لو حضرتك عاوز تبعت حاجه بالايميل، بدل ما تبعت بالايميل ويبقى لود عندك على الميل، على السبيس بتاعت الميل والانترنت اللي انت شغال عليه، فانت بتقدر تحطها في جزء على السيرفر لحد تاني، بتقول له بتبعت له مثلا اللينك بتاعه وبتقول له شوف الحاجه دي الفلانيه وخدها. تمام؟ او ان انت بتقدر ان انت تحط الداتا دي عشان تبقى شير لكل الناس التانيه تقدر تشوفها في الـ في الـ في, الـ في الشركه معاك او في البروجكت بتاعك. طيب هل في حد ليه اكسس وحد ملوش اكسس على الجزئيه دي على الدرايف ده؟ لا، الدرايف ده كل الناس ليها فول اكسس عليه. تمام؟ يقدروا ان هم يحطوا الداتا بتاعتهم، ويقدروا ان هم يشيلوها، ويقدروا ان هم يعملوا لها ديليت. لذلك الحاجه دي بتبقى بس محطوطه فور تايم، انت بتحط الحاجه بشكل مؤقت وبعد كده حد تاني بيدخل ياخدها وخلاص كده احنا مش محتاجينها حاجه، اسمه الشير درايف ده. تمام؟ طيب انا كدوكيومنت كنترول عندي درايف انا بحط عليه الدوكيومنتس، انا مثلا بعمل سكان، وبعد ما بعمل سكان باخد الحاجه دي بعمل لها رينيم وبحطها على الدرايف بتاع الدوكيومنت كنترول اللي هو شيرد على كل السيرفر بتاعي، بس هو شيرد بليميتد اكسس لكل الناس ان هي تقدر تعمل لها فيو، بس انا بيبقى عندي فول اكسس ان انا اللي بشتغل عليه، ان انا اللي بدخل الداتا عشان محدش يدخل يعمل لي ديليت للداتا بالغلط. تمام؟ كل الموجودين معايا في البروجكت بيقدروا ان هم يشوفوا الداتا دي وانس ان انا حطيتها في مكان. اوكي؟ فانا بيبقى عندي هنا ضوابط للوصول للحاجه دي. طيب انا بقدر اعمل الضوابط دي بكذا طريقه، ان انا بعملهم هم ريد اونلي مثلا، وانا اللي ببقى خلاص انا عندي الفول كنترول. طب انا في جزء تاني انا ماليش في عليه فول كنترول، جزء مثلا الدروينج مثلا اللي هي الناس بتبقى شغاله عليها، اللي المهندسين بيبقوا شغالين عليها، الجزء بتاع مثلا الحسابات، الجزء بتاع الحسابات ده مثلا ما بيبقاش حد عاوز يشوف اصلا اي حاجه عندهم الا الريبورتات النهائيه، وما بيبقاش محتاج حد تاني من الديبارتمنت التانيه يشوفوه الا مثلا البي ام. تمام؟ فبندخل بقى في حاجه تانيه اسمها الفيوز، ان انت محتاج مين يشوف الداتا بتاعتك. هي برضو بتبقى اداه، المفهوم الرئيسي للاليه دي ان هي توفير اليه امان مرنه وقويه عن طريق اخفاء اجزاء من قاعده البيانات عن مستخدمين معينين. انا دلوقتي قاعده البيانات بتاعتي موجوده على السيرفر في ديبارتمنت واحده اللي ليها فول كنترول عليها. تمام؟ بقيه الديبارتمنت الثانيه هم اصلا ما لهمش اكسس ان هم يشوفوها، مش هم ما لهمش فول كنترول عليها ولا ليهم كنترول عليها، هم اصلا مش شايفين، هي هيدن لكل الديبارتمنت، بقيه الديبارتمنت الثانيه، وفي ناس معينه هي بس اللي بتقدر تشوف الحاجات دي عندهم. طيب انا كده حددت ان في جزء من الناس بيقدروا ان هم يقدتوا هنا، في جزء من الناس ان هم بيقدروا يفيو الداتا دي او ان هم ريد اونلي للداتا دي، وفي ناس ما تشوفهاش خالص. تمام؟ فبالنسبة لي كده ان كده السيرفر عندي انا كملت كل البوليسي بتاعته. عندي جزء انا محتاجة ان حد يأدت عليه، جزء محتاجة ان حد يشوف بس الداتا من عليه، جزء مش عاوزة حد يشوف اي حاجة من عليه. تمام؟ دي اهم ثلاث حاجات احنا لازم نتعامل فيهم في اي داتا موجودة عندي على سيرفر. طيب ايه كمان حاجة مهمة تانية ان انا اخد بالي منها وانا بتعامل على السيرفر؟ الباك اب اند ريكفري. من الحاجات المهمه جدا ان انا يبقى عندي باك اب بيتعمل بطريقه دوريه، بمعنى ان انا الباك اب ده يعني لو انا حصل عندي اي مشكله، لو دخل عندي فيروس بالغلط ممكن يبوظ عندي كل الدوكيومنتس الموجوده عندي، وانا بالنسبه لي لو مش حاطط الدوكيومنتس دي في مكان تاني سكيور فانا كده انا واقع في مشكله. فاحنا دايما عندنا هنا بالظبط النسخ الاحتياطيه، فالنسخ الاحتياطيه دي بتساعدنا في ايه؟ بتساعدني ان انا لو حصل اي دامج للسيرفر اللي عندي ان انا بعرف ان انا اجيب الداتا دي، حتى مثلا لو باك لوج مثلا اسبوع. تمام؟ فاحنا هنا عندنا رول بتقول ان الباك اب لازم يحصل بطريقه 3 2 1. حد عنده فكره ايه 3 2 1 دي؟ حد جربها؟ طب نسمع أي اقتراحات. It's required only sometimes. لا مش لازم sometimes. صلاحيات كاملة 3؟ لا خلص، هي ملهاش علاقة بالصلاحيات، احنا دلوقتي بنتكلم على الباك. خلاص احنا خلصنا جزء بتاع الصلاحيات،
نتكلم على الباك اب اللي احنا بنعمله لكل سيرفر بتاعنا او كل الداتا بتاعتنا. We make backup one on share point or one drive. ثلاث نسخ احتياطي. أستاذ إسلام قرب. تمام. Weekly, monthly. Books cloud or in cloud. ماشي، ده في حالة إن أنا هشتري كلاود، إنما إحنا بنتكلم على الطريقة المانيوال البسيطة خالص اللي أنت بتبقى مسؤول عنها. يعني موضوع إن أنت تعمل باك أب على حاجة زي كده محتاجة بادجت من الشركة أو اتجاه للشركة إن هي بتعمل ده. إنما إحنا بنتكلم على الحاجات البسيطة جدا اللي إحنا اللي أنت كدوكيومنت كنترول تبقى مسؤول عنها وتبقى عارف إن دي حاجة مهمة إن هي لازم تتعمل. Weekly backup on external hard disk. أستاذ محمد مكي قرب شوية. إيه لا مش مهم، مفيش اوفر رايد. استاذ محمد تهامي بيقول ثلاث نسخ ثم يتم نسختين بعده ثم بيتعمل ليها نسخه. لا هي مش كده. ايوه اوتسايد بالظبط كده. البوينت بتاعت 3 2 1 دي بتقول ان احنا لازم يبقى عندنا من اي حاجه مهمه 3 كوبيز، اوريجينال اند 2 باك اب فور ات. تمام. التو باك اب دول لازم يبقوا على هارد ديسك مثلا او على دي في دي او على اي شير درايف او على حتى لو على وان درايف، اي حاجه مثلا بتترفع عليها لازم تكون ملهاش علاقه بالانترنت. مهم جدا ان الحاجه اللي انا باخد منها باك اب تكون بعيده عن الانترنت عشان ما يحصل لهاش اي اختراق. تمام. واحد منهم لازم يبقى اوتسايد البروجكت اللي انا شغاله فيه. يعني انا مثلا لما كنت شغاله في القاهره فكان عندي ان انا بعمل ويكلي باك اب مثلا، باجي اعمله مثلا يوم السبت الصبح. يوم السبت الصبح بيبقى لحد ما الدنيا بتبقى الشغل لود الشغل اخف، احنا خلصنا كل لود يوم الخميس بتبقى لسه الناس السبت الصبح لسه ما بداتش ان هي تشتغل. فكنا دايما بنعمل الباك اب بتاعنا ويكلي على الهارد بتاع السايت مثلا ايه كل يوم سبت، ده كده الاسبوع. نيجي بعدين كل شهر من كل اول شهر بنقوم عاملين باك اب تاني على بتاع الشهر ده، المفروض ان هو ما يبقاش موجود في السايت. فكنا دايما نعمل الباك اب الشهري ده المونثلي ده ونحطه على هارد ديسك ونبعته للهيد اوفيس يتاخد منه باك اب في الهيد اوفيس، عشان دايما نبقى احنا مطمنين ان لا قدر الله لو حصل اي مشكله في السايت عندي يبقى عندي مكان امن للداتا بتاعتي كلها في مكان بعيد عن السايت. تمام. تمام. انت كمان كدوكيمنت كنترول مهم جدا ان انت قبل ما تاخد اجازه طويله، قبل ما تاخد اجازه عيد، اجازه مصيف، اي نوع من الاجازات دي، مهم جدا ان انت تعمل باك اب قبل ما تمشي اخر يوم وتحتفظ بيه بعيد عن مكان العمل، لان لا قدر الله ممكن تحصل اي مشكله وانت مش موجود، زميلك اللي داخل يعمل حاجه اللي داخل يعمل شغلك وانت مش موجود يعمل اي حاجه بالغلط وهو مش واخد باله يضيع لك جزء من الباك اب، هترجع انت بعد كده تلمه من اول وجديد. لو انت عندك الباك اب لمده اسبوع مثلا فانت عندك بس هتبقى مشكلتك في ان انت تلم الشغل بتاع الاسبوع ده، انما لو انت بتعمله لاكتر من شهر او اكتر من كده هتبقى عندك مشكله كبيره جدا انت تقدر تلم الداتا في الفتره الزمنيه الطويله دي. فزي ما بنقول هنا الباك اب بيتعمل 3 كوبيز، 1 اوريجينال في مكانها، بعد كده 2 اذر كوبيز بيتعملوا على هارد ديسك بره او اي حاجه اكسترنال بعيد عن السيستم ملهاش اكسس على الانترنت، واحد منهم لازم يكون بره السايت بعيد تماما عن استخدامك. تمام. ايه كمان؟ الانتجريتي مهم جدا في اي سيستم احنا بنعمله للداتا عندنا، ان هو يكون فيه تكامل، ان هو يبقى عندنا كل الداتا بتاعتنا موجوده معمول لها ابديت في وقت واحد، ان انا ما بقاش منقصه اي حاجه، تبقى كل الديبارتمنت ماشي عليها نفس الرولز بنفس الطريقه. بمعنى ان انا ما ينفعش ان انا مثلا اكون بعمل رينيمينج مثلا للشوب درونج بطريقه ورينيمينج للماتيريال سبميتر بطريقه ثانيه. لازم نفس السيكونس اللي انت بتتبعه هنا لازم يكون نفس السيكونس بتاع بقيه الدوكيومنتس الثانيه، بحيث ان انت لما تحصل عندك مشكله وتيجي تعمل سيرش على الحاجه اللي انت بتدور عليها، السيرش ده يبقى انت عادر ان انت توصل له بسهوله. تمام؟ قادر ان انت تعرف ان انت يبقى هو نفس السيكونس. تمام؟ فمهم جدا ان يبقى احنا عندنا تكامل في الشغل بتاعنا،
ويبقى عندنا طريقة إحنا مكملين بيها الشغل كله من أوله لآخره، ومفيش حاجة مختلفة عن التاني. فنحط القاعدة من الأول، ومن أول ما أنت بدأت أو من أول ما بدأ معاك المشروع بتاعك، وتمشي على نفس السيكونس لحد آخر المشروع. ولازم يكون السيستم بتاعك إلى حد ما فيه جزء من المرونة، إن أنت تقدر تزود حاجة لو في حاجة طلعت لك في نص المشروع مثلا، أو في حد عنده سبيشال ريكويست لداتا معينة، فتقدر إن أنت تتعامل بيها في النص كده. تمام. طيب آخر حاجة بنتكلم فيها اللي هي اسمها إيه؟ التشفير وفك التشفير. طيب ده يعني إيه التشفير وفك التشفير؟ أنا دلوقتي لما باجي أكتب الباسورد بتاعتي مثلا على ال بتاعت الـ ATM مثلا، والباسورد بتاعتك على ال على الكمبيوتر، لو هو بيكتب لك الباسورد بتاعتك قدامك كده بعبارة عن كلمات أو بعبارة عن حروف، فأنت أي حد وراك هيبقى هو خلاص عارف الباسورد بتاعك. تمام. إنما بتلاقي بتلاحظوا دايما إن أنت لما بتكتبها بتطلعها لك عبارة عن نقط، لأن أنت حافظها، بس هو بيديها لك إن هي نقط عشان لو في حد بيسجل أو حد واقف وراك ما يشوفهاش. فالتشفير ده مهم جدا إن أنت تعمله في الداتا بتاعتك. طبعا ده مهم جدا للسيستمز اللي إحنا بنتعامل معاها. مهم كمان إن إحنا ساعات بنعمل الكلام ده في الإكسل شيتس لو إحنا عاوزين نشفر بيانات معينة موجودة في الجداول بتاعتنا، أو إن أنا مثلا محتاجة إن أنا أعمل باسورد عشان ألوك الدوكيمنت دي، بحيث إن هي محدش يقدر إن هو يوصلها، ومحدش يقدر بالظبط عشان الاختراق، أو محدش إن هو يقدر يعدل في الداتا بتاعتي. فالتشفير دي حاجة مهمة جدا للشغل بتاعنا، مهم جدا إن إحنا نراعيها. طبعا إحنا مش عاوزين ندخل قوي في تفاصيل السيستمز دي، بس مهم إن أنت تبقى عارف الداتا دي أو عارف الانفورميشن دي، علشان لما تيجي تبني سيستم تبقى أنت قادر تتعامل مع الأي تي بتاعك اللي بيتعامل معاك بطريقة بروفيشنال، ويبقى هو قادر إن هو يوصلك المعلومة. تمام. كمان الحفظ من الحرايق ومن السرقة ومن الكلام ده، ده بيساعدك فيه كل السيستم اللي احنا بنتكلم عنه ده. ده اللي بيساعدك ان انت ما تقعش، ما يعني ما تخسرش اي دوكيمنتس عندك في المشاكل دي. اوكي. طيب في اي اسئله في الجزئيه دي؟ طيب خلينا نكمل. الفايلنج نيم دلوقتي احنا قلنا ان احنا الفايلنج نيم لازم يبقى عندنا فايلنج سيستم ثابت على كل الدوكيومنتس الموجوده عندنا. مهم جدا ان هو يبقى الفايل نيم ده يكون صغير، يكون مترتب، اكون انا عامله شيرنج لمعاني الابريفيشنز اللي انا حطاها في الفايلز بتاعتي ده. كمان مهم جدا ان تبقى كل الناس فاهمه المعاني بتاعتنا دي، ولازم الاليمنتس اللي انا بحطها فيه تكون معروفه. طيب عندنا شوية ضوابط كده في الفايلنج نيم بتاعت الفايلز اللي احنا نستعملها. أول حاجة إن هي لازم تكون معروفة، محطوطة مثلا بهدف، أو تكون ليها علاقة بالدوكيومنتس بتاعتنا اللي جوه الفايل ده. تمام. لازم إن هو ما يزيدش عدد الكاركترز بتاعت الفايل نيم عن 25 حرف. حتى عنده فكرة احنا ليه بنحاول إن احنا نعتمد إن احنا نخليها قليلة بقدر الإمكان في الفايل نيم بتاعتها؟ ليه إحنا مش بنحب اللونج نيم بتاعت الفايلز، أو مش بنفضل إن تبقى فيه لونج نيم بتاعت الفايلز؟ حد قابل المشكلة دي قبل كده؟ بالظبط، it can be copied. احنا عندنا مشكلة ان انت بعد فترة من الزمن، بعد ما بتعمل فايلز كتيرة عندك وبيبقى فولدر جوه فولدر، في الاخر الويندو في الاخر الويندوز في الاخر عنده ليميت ان هو يقدر يفهم الفايل ده او يقدر يعمل له كوبي. هيبقى موجود عندك على السيرفر بس مش هتقدر تعمل له باك اب، هتلاقيه في فترة كده بتيجي تنقله فمش بيرضى ان هو يتنقل. علشان كده بنقول ان احنا لازم ان احنا يبقى العدد بتاع الكاركتر بتاعتنا بتاعت اسامي الفولدرز والفايلز اللي جوه الفولدر تكون بسيطه وتكون صغيره وتكون مختصره على قد ما تقدر، علشان بعد كده تقدر ان انت تتعامل بيها بسهوله وتقدر ان انت تنقلها من مكان لمكان. طيب ايه كمان؟ كمان بنبعد عن السبيشال كاركترز زي مثلا الدولار ساين، زي الشباك مثلا، زي الات، الكلام ده.
تحاول ان انت دايما تبقى الحروف بتاعت الفايلز بتاعتك بتاعت الرينيمينج بتاعت الفايلز تكون كابيتال ليترز، تكون ما بينها بس ما فيش سبيسز ما بينها تماما، تبقى ما بينها داش مثلا او اندرلاين زي ما انت حابب، بس اللي انت هتستعمله من الاول يفضل هو ده السيستم اللي انت هتستعمله طول فترة المشروع. يعني ما ينفعش ان انت في اول المشروع بتبتديها اندرلاينز وبعد كده تيجي في نص المشروع تقول لا خلاص مش عاجبني اندرلاين هعملها داش. تمام؟ فمهم جدا ان احنا نفضل ماشيين على نفس السيكونس اللي احنا شغالين عليه، ونبعد عن سبيشال كاركترز، ونبعد عن السبيسز، علشان يبقى لما تيجي تعمل سيرش تبقى عارف ان انت تعمل سيرش بسهوله. كمان ان احنا احسن لنا ان احنا نستعمل كابيتال ليترز احسن من ان انت تستعمل السمول ليتر. تمام؟ وتبعد عن السلاش، لان مثلا السلاش ده ما بيتقبلش مثلا في شويه في جزء من الفايلز ما بيتقبلش فيها السلاش. في مثلا الهايبر لينك مثلا ما ينفعش تستعمل فيه مثلا الشباك ده، ففي شويه كل الكاركترز دي ما ينفعش انت تستعمل. حاجه تانية انا بالنسبه لي بعملها الفورمات بتاع الديت. انا واحده من الناس اول ما بقعد على جهاز كمبيوتر او لاب او اي حاجه انا بستعملها لاول مره، اول حاجه ان انا بدخل اعملها ان انا ادخل اعدل الديت اللي موجود الفورمات بتاع الديت بتاعت الجهاز، بحيث ان هي تبقى واضحه بالنسبه لي في كل حاجه قبل ما ابتدي ان انا اشتغل في اي حاجه. تمام؟ بحيث ان انا ما اجيش اشتغل مثلا في فايل اكسل هو شغال ديت مانس يير، الاقيه بعد كده اشتغلت انا في حاجه تانية بقت مانس ديت يير، انا كده هيبقى عندي مشكله ان انا هبقى واقعه في مشكله ان انا مش عارفه هي السته دي هو يقصد بيها سته واحد ولا واحد سته. فاهمين؟ فيعني كانت البيست براكتس بالنسبه لنا في الجزئيه دي ان انت تخلي الديت الداي مكتوب بالارقام، والمانس مكتوب بالحروف، والير عاديه هو هيفهمها بعد كده. لو انت اتبعت السيستم ده في كل الرينيمينج بتاعك او في كل الكلام اللي انت بتتعامل فيه في الدوكيومنتس بتاعتك او في الداتا بتاعتك اللي على السيرفر او اللي على الكمبيوتر، هتلاقيها ماشيه بطريقه سلسه جدا معاك، ما بيحصلش اي كونفيوجن ما بينك وما بين اي حد تاني. تمام؟ فمهم برضو ان احنا نحط الديتس الفورمات بتاع الديتس تكون مظبوطه وتكون موحده، ما تبقاش بتتغير من وقت للتاني. مهم جدا في الرينيم بتاعت الفايلز ان احنا نكون حاطين الريفيجن، عشان اسهل على نفسي ان وانا بدور. مهم كمان ان انا اقدر ان انا اعرف الدوكيمنتس دي ان ولا اوت، علشان اسهل الكلاسيفيكيشن بتاعها، ما اقعدش كتير ان انا اقعد افتحها وابقى مضطره ان انا افتح الفايل، بتاخد مني وقت على الفتح، فبتاخد مني وقت طويل ان انا افتحها واقعد ابص فيها هي دي ان ولا اوت. طب انا وقت ما بتيجي انت تسيرش عاوز اي حاجه تبين لك الداتا دي في اسرع وقت. تمام؟ طيب الفايلنج اندكس، ايه هو الفايلنج اندكس؟ احنا كده اتكلمنا على الفايل نيم، حد عنده فكره ايه الفايلنج اندكس؟ sort، folder structure. تمام، folder structure تقييم الفولدرات، سلسلة منطقية، location، لا هي مش location of saving، هي بالعربي اسمها الفهرسة، فهرس. ايوه بالظبط، فهرس او دليل لطريقة الترتيب، بالظبط كده، فهرسة المستندات. الاندكسنج يعني ايه؟ الاندكسنج الفهرسة بتعني نظام مرتب يمكن من خلاله تحديد المستندات والأوراق المطلوبة بسهولة للتخلص السريع من الأمور العاجلة أو العادية. بمعنى إن أنا عندي بيبقى عندي اندكس كده لكل الدوكيومنتس اللي أنا بتعامل بيها. تمام؟ هي مش ترقيم مستندات، هو اسمها فهرس. اوكي؟ أنا ببقى حاطة الفولدرز اللي أنا هتعامل بيها كلها من أول المشروع لآخره، بقول ان هي دي اللي انا هتعامل بيها، ومفيش وهيبقى فيه جواها سب فولدرز بس مفيش فولدرز تاني. تمام؟ ومن ضمن الفهرسه دي احنا بنحط فيها بقى كل حاجه انت ممكن تتعامل بيها، تبقى واخده كل دوكيومنتس، بتبقى واخده ديجيت، بحيث ان انت لما تيجي تدور عليها هارد كوبي او سوفت كوبي تكون واخده نفس الديجيت. بمعنى ان انا مثلا لو قلت ان الكورسبوندنس بتحمل رقم واحد، اوكي،
هتلاقي مثلا الكورسبوندنس واخده رقم واحد، فما فيش اي حاجه في الدوكيومنتس او في الفايلز الموجوده عندي واخده رقم واحد غير اللاترز مثلا. طيب هل هتختلف الاندكسنج عندي الهارد كوبي من السوفت كوبي؟ لا طبعا، المفروض ان هي تكون ايدنتيكال، لازم الفهرس اللي عندي موجود في السوفت لازم هو بالظبط هو هو في الهارد. الفايل اللي هيبقى رقمه 1.1 يبقى هو برضه في الهارد 1.1، يبقى برضه موجود في مكانه وابقى انا عارفه مكانه، ومن خلال السوفت اللي عندي ابقى انا عارفه مكان الفولدر ده او الفايل ده الهارد بتاعه موجود فين، في انه مكتب وفي انه رف وفي انه دولاب. تمام، ده سهل جدا ان انت تعرف توصل ده، ان لما يجي يتعمل عليك اوديت ويبقى هو عاوز يوصل لفايل معين من خلال شيت الاكسل بتاعك او من خلال السجلات بتاعتك، هيبقى هو كده متأكد ان انت بروفيشنال جدا وان انت عارف توصل للداتا بتاعتك من اي مكان. طيب ده كده معنى الفهرسه. طب تفتكروا ايه هي الهدف من ان انا اعمل الاندكسنج ده؟ هو ليه انا اقعد اوجع دماغي وان انا اقعد ادور اعصر دماغي في كل الداتا اللي انا بتعامل فيها وكل الانفورميشن والدوكيومنتس اللي انا بتعامل فيها عشان اعمل لها اندكسنج اعرف اوصل لها؟ سيف تايب، تمام، هايبر لينكس، لا هي مش هايبر لينك، سهولة الوصول، سهولة الوصول تطابق السوفت مع الهارد، تمام. حد عنده أي إضافة تانية؟ بالظبط، التنظيم، طيب الهدف من الفهرسه او الهدف من الاندكسنج اللي احنا بنعمله ده، اول حاجه ان هو بيساعد في الفايلنج. لما انت بتيجي تعمل فايلنج وانت عارف ان الورقه اللي في ايدك دي بتتحط في فايل رقم 7، هيسهل عليك كتير جدا ان انت تقعد تدور في الكلام اللي موجود قدامك، في كل السبجكت او الديسكريبشنز الموجوده قدامك، سهل ان انت تدور على رقم اكتر ما انت تدور على كلام. فده بيسهل عليك في ان انت بتيجي تعمل فايلنج ان انت تعرف تلاقي المستند اللي انت بتدور عليه بسهوله، وانت تقدر تحطه في مكانه بسهوله وتقدر تسترجعه كمان بسهوله جامده جدا. اتنين، بيبقى زياده كفاءه طريقه ان انت وانت بتعمل الفايلنج بتاعك، اولا هتعمله في وقت قصير، ثانيا هتعمله بكفاءه جامده جدا، لان نسبه الخطا بتاعتك هتعتبر ان هي مثلا زيرو لو بالنسبه لو انت بتدور على حاجه في الداتا دي او في الفهرس ده مثلا بالاسم. اوكي، ثالث حاجه، تحسين كفاءه عمل المكتب كله، يعني انت بالنسبه لك هيبقى ده هيسهل عليك، كل الناس هتبقى عارفه ان الرقم ده بيمثل الدوكيومنتس دي، ان اي حد بيدخل يدور ممكن يدخل يدور جوه الفولدر ده ويتوه جوه الفولدر، بس مش هيتوه بره، هتلاقيه هو دخل في المكان ودخل ان هو قاعد يدور في الدوكيومنتس جوه في نفس الفولدر اللي جوه، بس في الاخر عرف ان هو يوصل للفولدر بتاعه. فسهل جدا ان انت تعمل اورينتيشن ميتنج مثلا، او ان انت تدي اندكشن للدوكيومنتس بتاعتك دي، لو انت مثلا عامل فايلنج اندكس مظبوط وجالك مهندس جديد او جالك دوكيمنت كنترول جديد او اي حد جاي يشتغل معاكم في الاستاف جديد، هتبقى يعني سهل عليك الوقت اللي انت هتقضيه في ان انت تقعد تعرفه في كل الدوكيومنتس الموجوده عندك اقل، لان انت حاططها بترتيب ومش فيش حاجه هتروح من على بالك، وهيبقى سهل انت تتعامل معاها مع الناس اللي حواليك ومع نفسك. اخر حاجه، علشان توضح المعلومات الاساسيه المتعلقه باي موضوع، انا دلوقتي عندي في كل دوكيومنتس عندي حاجات اساسيه، عندي مثلا السكادولز، عندي مثلا البيمنت، عندي الكلوز اوت دوكيومنتس، كل حاجه من الحاجات دي بتبقى هي عباره عن فولدر كبير وتحت منه سب فولدرز ثانيه، بس في الاخر كل ما يتعلق بالموضوع ده ملموم كله في مكان واحد، مش هتقعد تدور، مش هتقعد تفتح اكتر من فايل وتقول لا انا الدرون بتاعتي كانت في المكان الفلاني، لا انا الهاتش بتاعها كان هناك، الكلام ده هتلاقي كل ما يخص الدرونج في فولدر معين، فهو ده الفولدر اللي انت هتدخل تدور فيه. تمام، طيب احنا قلنا كده اساسيات نظام الفهرسه. اول حاجه، لازم يكون الفهرس بتاعي لازم يكون بسيط، لازم يكون الفهرس بتاعي بسيط علشان يبقى سهل على الناس التعامل معاه، ويبقى سهل عليك انت كمان ما تبقاش معقد الدنيا قوي في القصه دي،
علشان ما تبقاش التفاصيل تبوظ لك الدنيا اللي انت عاملها. كل ما كان الموضوع اسهل وكان اسلس، كل ما كان الموضوع انت احسن لك ان انت تتعامل فيه. تاني حاجة الاقتصاد، السيستم البسيط اللي انت عامله ده اهم حاجة ان هو ما يكونش محتاج وقت كتير ولا مساحة كبيرة، لان المساحة كبيرة هتطلب منك ان انت تحتاج كوست اعلى، انت هتحتاج بدل ما تبقى محتاج هارد ديسك واحد تبقى محتاج اكتر من كده. فانت بالتالي لازم يكون السيستم اللي انت حاطه بتاع الاندكسنج ده يكون اقتصادي جدا علشان تقدر تتعامل فيه. تالت حاجة المرونة، لازم يكون مرن ويكون قابل للتعديل او للاضافة. بمعنى ان انا مثلا لو ظهر مثلا عندي دوكيمنتس معينة في المشروع انا ما كنتش بتعامل فيها، لا اما يكون كان انت شايل لها مكان معروف المكان بتاعها ده في الدوكيمنتس من اول، او ان انت تقدر تضيف لها مكان تاني، توجد لها مكان او تجيب لها سب فولدر تحطها فيه. تمام، فمهم جدا ان يبقى عندك السيستم اللي انت حاطه ده يكون مرن. رابع حاجة الكفاءة، لازم تكون السيستم اللي انت شغال بيه يكون شغال بكفاءة انت مجربه، جربته اكتر من مرة، اختبرته، عملت عليه اكتر من تيست، اللي انت مش ناسي فيه اي حاجة، كل الداتا موجودة فيه، كل الانفورميشن موجودة فيه، حاطط السب فولدرز بطريقة كويسة، عامل السب فولدرز جوه كل مين فولدر بطريقة متشابهة، بحيث ان اللي يدخل ما يحسش ان الدنيا متلخبطة ما بين السب فولدرز دي والسب فولدرز التانية. فمهم جدا ان هو يضمن سرعة التشغيل بتاعتك ويبقى في حد ادنى من الكواليتي اللي انت شغال بيه. تمام، رقم خمسة السلامة، لازم ان انت تحمي السب فولدرز بتاعك، الفولدرز والسب فولدر والسيستم بتاعك ده بطريقة ما. بمعنى ان انت لازم تبقى حامي الحاجة بتاعتك دي بسوفت وير معين، بداتا معينة عندك، يعني حاططها في مكان انت في الاخر عارف ان انت تكنترول عليه. تمام، بعد كده رقم ستة التوافق مع نظام الملفات التاني. ما ينفعش ان انت تبقى انت شغال في كونستراكشن فيلد وانت جايب الاندكس مثلا بتاع شركة مثلا ادوات مكتبية مثلا، او شركة اسمه ايه ده ادوات شركة ادوية مثلا. لازم يكون السيستم اللي انت حاطه ده متوافق مع نوع الدوكيمنتس اللي انت بتتعامل بيها، بتبقى الناس عارفة اسامي المين فولدرز وعارفة ان السب فولدرز اللي تحتها عاملة زي فول تشارت كده، انت قادر ان انت توصلهم الاتنين ببعض عشان يبقى بالنسبة له الموضوع أسهل. آخر حاجة الليبلز، لازم يبقى فيه ليبلز واضحة وبتبين أنا فين المين فولدر وفين السب فولدر بتاعتي، فين المين فولدر بتاعي وفين السب فولدرز بتاعتي اللي تحتيه، علشان أبقى فاهمة أو إن أنا قادرة إن أنا أتعامل فيه. طيب ده السامبل بتاعنا للإندكس بتاعتنا. تمام، خلينا كده نشوفه بطريقة أحسن من كده. ده الفايلينج اندكس بتاعنا. تمام، يعني هو ده، يعني ده اللي أنا شغال عليه، فأنتوا ممكن تقدروا تعملوا ده، ممكن لو حضرتك شغال في شركتك بطريقة تانية ممكن في الآخر نقعد نتناقش فيه، لو في حاجة ناقصة، لو في حاجة زيادة، لو في حاجة مش انت شايف ان هي مش محطوطة في مكانها، هنتناقش في الموضوع ده بعدين. اول حاجة في الفايننج اندكس لازم تكون الكورسبوندنس، يمكن دي اهم حاجة واكتر حاجة بتبقى موجودة في كل الكونستراكشن بروجكتس اللي احنا شغالين فيه. الكورسبوندنس طبعا احنا بنفتح الفولدر بتاع الكورسبوندنس بنلاقي فيه تحت منه سب فولدرز. طيب اول حاجه هنا احنا قلنا كورسبوندنس، طبعا اهم حد بيبقى عندنا موجود في اي بروجكت
اول حاجه كلاينت، فاحنا دايما الكلاينت بنديله نمبر 1 تمام. في بعد كده الكونسلتنت، الكونتراكتور، الاذرز. لو اي حد عندنا سب كونتراكتور او سب كونسلتنت احنا شغالين معاه بيعتبر بقى تحت الاذرز بعدين. ده المين، ولو انت عندك اي سب بتتعامل معاهم بعد كده ممكن تضيفهم هنا تمام. انتوا كده شايفين معايا الشاشه بتاعتي صح؟ يا جماعة حد شايف الشاشة؟ تمام. طيب أول حاجة الكلاينت، أول حاجة هنا بنيجي نتعامل فيها بتبقى الكلاينت. هنا بنقول إن هنا اللاترز بتاعت من الكلاينت للكونسلتنت بتبقى هنا الاندكس نمبر بتاعها 1.1.1. دي حاجة من الكلاينت، أي لاترز جاية من الكلاينت للكونسلتنت. بعد كده عندنا من الكلاينت للكونتراكتور، بعد كده عندنا من الكلاينت لأي حد تاني الأذرز، ممكن يكون الأذر كونسلتنت، ممكن تكون سب كونتراكتور، ممكن يكون أي حد بيتعامل معاه، ممكن يكون مثلا حد من الجهات الخارجية بره اللي احنا بنتعامل معاهم. فده كده أول سب فولدرز ليه. نرجع تاني هنا للكونسلتنت، هيبقى برضو ماشي بنفس السيكونس، الكونسلتنت للكلاينت، بعد كده consultant للكونتراكتور، بعد كده consultant لأي other contact تانيين تمام. لاحظوا هنا إن احنا هنا ادينا المين فولدر ادينا له نمبر 1 بتاع الكورسبوندنس، اجينا بعد كده كل سب فولدر تحت منه ادينا له 1.1. نيجي بعد كده للكونتراكتور، ده بقى 1.3. لو هو بيتعامل مع الكلاينت فهيبقى اللاتر بتاعته السيكونس بتاعتها 1.3.1، لو بيتعامل مع الكونسلتنت هيبقى 1.3.2، لو هو بيتعامل مع اي حد تاني غيرهم هما الاثنين هيبقى 1.3.3 تمام، وهكذا. الاذرز طبعا نفس القصه. طيب دلوقتي انا لو انا عاوز احط هنا نطلع بره كده عشان ما تغشوش. لو انا دلوقتي عاوز احط السكان بتاع الفايل، زي نطبق بقى الفايلنج اللي احنا الفايلنج النيمينج فايل اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنه على اللاتر اللي احنا هنحطه جوه الفايل كله جوه السب فولدرز دي، يبقى عامل ازاي بقى؟ عايزاكم كده تقدموا لي اقتراحات للرينيمينج بتاعت اللاترز مثلا، بتاعت من مين؟ من الكلاينت مثلا، الكلاينت من الكلاينت للكونسلتنت مثلا، يبقى شكل السيكونس بتاعه ايه؟ من الكلاينت للكونسلتنت. كلاينت كونسلتنت 009. استاذ محمد رمضان انت في حاجات كتير ناقصه عن كده. كلاينت كونسلتنت 1.2، لا انا مش قصدي على كده، انا قصدي الرينيمينج للفايل بتاع اللترز اللي احنا هنحطه جوه الفايل بتاع البي دي اف اللي انا عملت له سكان، هحطه جوه السب فولدر ده، هيبقى الرينيمينج بتاعه شكله عامل ازاي؟ استاذ محمد عباس اسم المشروع 1.1.1 موضوع المراسلة. لا لا برضه 1.1.1، لا برضه أستاذ عبد الله، بس في حاجة ناقصة برضو، رقم المشروع، المالك، الاستشاري، الرقم، في حاجة ناقصة. client consultant letter رقم كذا تمام. سيريال أيوه بالظبط، سيريال المستند، يعني موضوع السند ده يتحط وما يتحطش. أوكي ممكن يتحط وممكن ما يتحطش، بس احنا يعني بنفضل ان احنا ما نحطوش علشان نقلل شويه من عدد الكاركترز بتاعه الفايل نيم. الريفرنس اوكي، ديسيبلين اللترز ما فيهاش ديسيبلين، ريفرنس والسبجكت طيب
خلينا نشوفه هنا. بص يا جماعة، عشان نكون متفقين ان السيكونس نمبر بتاع الفولدرز ده للفولدرز مش للفايل، تمام؟ يعني انا مفيش داعي ان انا اكتب 1.1.1 جوه الفايل بتاعي او جوه الفايل بتاع البي دي اف اللي انا جوه الجواب، تمام؟ ده احنا عاملينه للفولدرز، يعني الاندكس نمبر ده او الاندكس فايل ده للفايلز، للمين فايلز نفسها، مش للفايلز نفسها بتاعت اللاترز، اوكي؟ فانا ما ينفعش ان اكتب 1.1 جوه الفايل بتاع اللاتر. فاحنا هنا بنتعامل ازاي؟ هنا اول حاجه قلنا لما بنيجي نعمل رينيم لاي حاجه لازم اكتب فيها البروجكت ريفرنس بتاعي، وبعدين احدد اللتر ده من مين لمين، واحط السيريال نمبر بتاع اللتر ده، وبعدين احط السبجكت. انا ليه بحط السبجكت في اللترز؟ حد عنده فكره؟ يعني انا ليه هنا بكتب في السبجكت بتاعي جوه الرينيم بتاع بالظبط؟ عشان السيرش. بالنسبه لي السيرش يعني لو انا بسيرش في اللتر بدل ما اقعد افتح كل اللترز دي، انا هيبقى عندي سهوله الوصول جدا ان انا كده ممكن استغنى عن اللوج بتاع الكورسبوندنس مثلا، ان انا كده اعرف ان انا اوصل للداتا بتاعتي بسهوله. بالظبط كده. فانا ده يعني دي اسهل طريقه انا ممكن اعمل بيها رينيمنج لللترز بتاعتي او للكورسبوندنس عندي، ان انا احط فيها البروجكت ريفرنس، الجواب ده جاي من مين، رايح لمين، السيريال نمبر بتاعه، السبجكت بتاعه. مش لازم تكتب كل السبجكت بتاعه او كل العنوان، حضرتك تقدر ان انت تكتب بس يعني حاجه مختصره، او تقدر ان انت تكتب مثلا اول 3 كلمات من السبجكت، بحيث انت لما تيجي تسيرش تبقى عارف الكونكلوجن ده بيتكلم عن ايه، او الليتر ده بيتكلم عن ايه، تمام؟ او السبجكت بتاعه ايه. انما انا بالنسبه لي في البروجكت بتاعي انا بكتب السبجكت لحد الاخر، عشان لما اجي اسيرش في سبجكت معين او في موضوع معين اعرف اوصل له بسهوله، ما اقعدش ادور في الاكسل شيت بتاعي، تمام؟ ده كده اول حاجه في الكورسبوندنس. دي واضحه ولا محتاجه ان انا اقول فيها حاجه تانية؟ واضحه بالنسبه لكم كده اول حاجه في الكورسبوندنس؟ تمام. طيب تاني دوكيومنتس بالنسبه لنا احنا بنتعامل فيها دايما ومهمه جدا ان هي تبقى موجوده من اول البروجكت، contract documents. ال contract documents من documents المهمة جدا اللي ال document control بيحصل عليها في أول المشروع، لازم يحتفظ بيها في مكان لأن كل التيم بتاعه هيتعامل في نفس ال documents دي. فأول حاجة هنا في السب فولدرز الموجودة عندنا هنا ال contract agreement. أنا طبعا عندي document contract documents كتيرة جدا، التسعة دول أهم document contract أنا لازم أحتفظ بيهم أو يبقى لهم فولدرز عندي عشان أحط الداتا بتاعتهم جواه. طبعا أول حاجة contract agreement، scope of work، general condition، special condition، specs، bill of quantity، work schedule، drawing، technical specifications، تمام؟ دلوقتي أنا بالنسبة لي أنا كده كل البيز لاين هو الاسكاديول، تمام؟ بيز لاين هنرجع نكتبه تاني في حتة تانية، أو هنرجع نحطه تاني في حتة تانية علشان هنبتدي نعمل عليه أبديت، بس دي الدوكيومنتس اللي أنا بستلمها في أول المشروع من الكلاينت او من السب او من اخدها مثلا من الكلاينت وهي ممضيه، واتاكد ان هي ممضيه وان هي مختومه بختم اوريجينال وان هي معمول لها سكان مظبوط في كل حاجه، هي موجوده سوفت وهارد، كل الداتا دي لازم تبقى موجوده هنا وتبقى انت متاكد من مكانها وبتعمل عليها ابديت اول باول ان هي موجوده عندك ومش ناقص منها حاجه، تمام؟ بيزيد عليها شويه الادندمز بعد كده، بتبقى موجوده بعدين في لما بيبقى في ادندم في المشروع تحط برضو من ضمن الكونتراكت دوكيومنتس علشان تبقى سهل ان الناس تعرف توصل لها. نيجي نتكلم بعد كده على البروجرامز او على الابديت سكادول. البيز لاين سكادول طبعا ده اول حاجه اللي احنا بناخدها من الدوكيومنت، من الكونتراكت دوكيومنت، بنحطها هنا للمره الثانيه علشان تبقى موجوده عندنا بسهوله واقدر اتعامل بيها. بعدين بيبقى عندنا نوعين من انواع الريبورتات اللي خاصه بالبلاننج او اللي خاصه بالسكادولز. عندنا اللوك اهيد اللي هو بيبقى باي ويكلي مثلا او زي ما انتم بتبقوا متفقين عليه بيبقى شكله عامل ازاي عندكم في البروجكت. بيبقى عندنا الابديت سكادول. الابديت سكادول ده بيبقى عباره عن سكادول بياخد الاكشوال اللي بياخد البلاند اللي هو عملوه في اول المشروع بيقارنوه بالاكشوال اللي بيحصل عليه ابديت كل شهر، فبتلاقي كل شهر عندك 2 لوك اهيد سكادول وعندك 1 ابديت سكادول بتاع اللي هو المانثلي ابديت سكادول ده. الاثنين دول طبعا انت هنا بتحاول في اول المشروع انت تدخل
بتاعتك اول باول، بحيث ان كل حد بيسال على الدوكيومنتس بتاعته يلاقيها موجوده. دي لو كانت جايه مع ترانسميتال اوف دوكيومنتس، فانت بتحط الكفر في ترانسميتال اوف دوكيومنتس وبتحط الكونتنت في الداتا بتاعتك هنا، بحيث ان هو يبقى سهل ان الناس تراك الدوكيومنتس بتاعتها في مكانها الصحيح. بعد كده الادمنستريتيف او الادمنستريشن دوكيومنتس، يبقى عندي هنا دي بتنقسم لحاجتين، الكونسلتنت والكونتراكتور. هنا كل ما يخص بقى الاورجانيزيشن تشارت وال وايه تاني والسايت فاسيليتي وال والسكادول بتاع والاوديت سكادول، وكل ما يخص كل الحاجات الاداريه اللي خاصه بالبروجكت عندي. تمام، السايت فاسيلتيز هنا دي اللي بيبقى موجود فيها السايت بلان والشكل، شكل المشروع بتاع الموبيلايزيشن بتاعك شكله عامل ازاي، بلان بتاعك الموبيلايزيشن لو في عندك اكتر من بلان وحصل عليها ابديت، تحط كل الابديتس بتاعتها هنا عشان تعرف توصل لها بسهوله وتعرف تكنترول الدوكيومنتس دي. تمام، نفس القصه برضو في الكونتراكتور، برضو بتحط الاورجانيزيشن شارت بتاعت الكونتراكتور، تحط السايت بتاعته اذا كان هو في عنده حاجه خاصه بالموبيلايزيشن او عنده برضو حصل عنده اي ابديت بتحطها هنا. دي برضو باقي الدوكيومنتس كل ما يخص الادمنستريشن بيتحط في الفولدر ده. نيجي بعد كده للسيتنج اوت، ده بتبقى عباره عن شويه ريبورتات بتبقى موجوده من اول البروجكت عندك، بتبقى شويه عباره عن تكنيكال ريبورتس بتتحط هنا، زي مثلا اللي هي الحاجات بتاعت ال يسموها ايه اللي هي بتاعت التربه وبتاعت الريبورتس بتاعت التربه وبتاعت السويل وبتاعت الكلام ده كله بيتحط هنا، لان دي بتبقى حاجه تكنيكال قوي بيستعملها المهندسين في اول المشروع. فكل ما يخص السيتنج اوت بتتحط في البروجكت في الفولدر ده، وكل الدروينج بتاعت السيتنج اوت بتتحط هنا عشان لو الناس حابه ان هي تعمل عليها موديفيكيشن او ان هي توصل لها تبقى عارفه ان هي توصل لها بسهوله. نيجي بعد كده للمينتس اوف ميتنج. طب احنا عندنا كام نوع مينتس اوف ميتنج في البروجكتس؟ بروجريس بالظبط، كيك اوف ميتنج ده اول واحد، كيك اوف ميتنج ده برافو عليك، تكنيكال ميتنج بالظبط، كوردينيشن. ما هو الكوردينيشن بيبقى عباره بيعتبر ان هو تكنيكال ميتنج. اول حاجه عندنا كيك اوف ميتنج، ده اول ميتنج بيحصل عندنا في المشروع تماما، بيبقى هو اللي بيبقى متفق عليه كل حاجه من الالف للياء. بعد كده بيحصل عندنا بروجرس ميتنج، ده ممكن يكون مانثلي، ممكن يكون ويكلي على حسب الاتفاق في الميتنجز اللي عندنا. في عندنا ميتنجز بيبقى اسمها كوميرشال ميتنجز، دي اللي بيعملوها الناس بتوع الكوميرشال اللي هم زي الناس بتوع الكيو اس والكونتراكت والكونتراكت ادمنستريتور والناس اللي بيتخصصوا في اللي بيناقشوا فيها الامور الكوميرشال. في بعد كده التكنيكال ميتنج، اي تكنيكال ميتنج تاني بيبقى له اسم تاني. وفي بعد كده اذر ميتنج، لو في حد بقى بيعمل ميتنجز معينه كل فتره معينه بيعملها برضو بيحطها هنا. طبعا الميتنجز لو انا كونسلتنت مثلا وانا اللي بعمل مانت للميتنجز بتاعتي، فانا بخلي دايما الاوريجينال عندي، دايما الاوريجينال بتاعت الميتنجز الناس بتمضي عليها وبتفضل الاوريجينال عند الناس اللي كتبت المانتس نفسها، بحتفظ بيها سيبريتلي في المكان ده. يعني لو انا طلعت حتى المانتس دي، دايما الدوكيمنت كنترول بيقولوا ان ما ينفعش ان انا يبقى عندي دوكيمنتس ملهاش فولدر او ان هي ملهاش مرجع او ملهاش كروس ريفرنس انا هقدر ارجع لها بيه. فبالتالي لازم انا دلوقتي المانس اوف ميتنج دي انا ببعتها ازاي؟ لو ببعتها بالميل فانا ممكن احط الكفر ميل بتاعها، لو انا ببعتها مثلا بالميل احط الكفر بتاع الايميل في الكورسبوندنس واحط المانس نفسها هنا، او احط الايميلز المانس كاتاتشمنت مع الايميل، وتفضل برضو موجوده عندي هنا معمول لها كلاسيفيكيشن هنا عشان يبقى سهل ان انا اوصل لها. طيب لو انا ببعتها باللتر برضو بيتحط اللتر مكان اللترز، بيجي هنا بقوم انا عامله شايله فاصله منهم المانس بتاعتي وحطها هنا ومديها لها سيريال نمبر، بحيث ان انا اجي بعد كده ابقى عارف السيكونس نمبر بتاع المانس اللي جايه امتى. تمام بالظبط، في برضه الستيرنج ميتنج بالظبط يا استاذ ايهاب. ندخل بعد كده في البيمنت، احنا عندنا نوعين من البيمنت، عندنا اي بي سي وعندنا اي بي اي. الاي بي سي ده الريكوست اللي بيبعته الكونتراكتور للكونسلتنت للاعتماد، اسمه انترم بيمنت سيرتيفيكت. تمام، في بعد كده لما خلاص الاستشاري بيعتمد له البيمنت دي وبيبتدي يطلعها للكلاينت عشان يعتمدها، بتبقى اسمها انترم بيمنت ابلكيشن.
تمام. هو خلاص خلصها، مضى عليها، اعتمد فيها شوية كميات وطلعها للكلاينت علشان يعتمدها، تمام. فأنا بحتفظ بالبيمنت اللي أنا بستلمها من المقاول في المكان ده، بحتفظ بالبيمنت اللي طلعت من عندي للكلاينت في المكان التاني في الفولدر التاني ده، بحيث إن أنا أقدر إن أنا أوصل لها. تاني عندنا، عندنا بعد كده الـ Variation Orders. عندنا نوعين من الـ Variation Order، عندنا Initiation of Variation Order، وعندنا Variation Orders خلاص اعتمدت اتبعتت للكلاينت، تمام. فأنا عندي أول حاجة الـ Initiation ده اللي هو بيبقى الطلب اللي بيبعته المقاول وهو تحت الـ تحت الـ يعني تحت الـ تحت المراجعة أو تحت الـ Discussions، تمام، اللي هي بالظبط اللي هي بتبقى Notes. في بعد كده بيبقى الـ Variation Order اللي هو خلاص اتعمل له Application أو اتعمل له Form، وخلاص المفروض إن هو المفروض إن هو خلاص كده هيتبعت للكلاينت للاعتماد، فده بيبقى في الـ VOs. طبعا دي بتختلف من شركة لشركة باختلاف إن حضرتك شغال مقاول أو شغال كونسلتنت، فطبعا بيختلف عندك الترتيب بتاع الفولدرز ده. قلنا السب فولدرز زي ما احنا عارفين إن هي بتبقى تقدر ان انت تتحكم فيها زي ما انت عاوز، المين فولدرز برضو بتقدر تتحكم فيها زي ما انت عاوز، بس ده يعني المتعارف عليه في الشركات الهندسيه او في البروجكت بتاعت الكونستراكشن. بعد كده هنا بنتكلم عن الكليمز اللي هو رقم 9. بعدين عندنا 10 الكونتراكتور بروجريس ريبورتس. احنا اتفقنا ان احنا عندنا البروجريس ريبورتس بتسلم كل شهر من الكونتراكتور للكونسلتنت. الكونسلتنت بيطلع برضو ريبورتس تانية بيسلمها للكلاينت عن المشروع وعن التطور اللي حصل في المشروع خلال الشهر ده، تمام. نيجي بعد كده نتكلم عن الكونتراكتور ديلي ريبورتس. ده هي هنا التقرير اليومي اللي بيبعته المقاول للكونسلتنت، بيبقى شامل حاجتين، شامل المان باور والاكويبمنت الموجوده عنده في البروجكت، لازم ان هو يبعته لك كل يوم قبل الساعة 12 علشان تقدر إن أنت تتشيك فعلا كلامه ده مظبوط ولا مش مظبوط، تمام. نيجي بعد كده Transmittal of Drawing. لما نيجي نفتح الـ Documents دي أو الفولدر ده بنلاقي تحت منه الـ Subfolders الموجودة عندي دي، تمام. الـ Subfolders دي بتبقى عبارة عن إيه؟ عن الـ Disciplines اللي أنا بتعامل فيها. بيبقى عندي هنا Structure, Electrical, Mechanical, Architecture, Geotechnical, R&E, Landscaping, Transportations, ID, Bridge, General، كل الحاجات دي. لو لاحظتوا هنا إن السب فولدرز دي بنفس الترتيب في كل الدوكيومنتس التكنيكال اللي إحنا هنشوفها بعدين، تمام؟ نيجي بعد كده لو فتحنا ده هنلاقي عندنا هنا حاجتين، Incoming و Outgoing. الـ Incoming ده الداتا اللي جات لنا، الـ Transmittal of Drawing اللي جالنا انا سكنته استلمته وسكنته، بس هو كان لسه ناقص عليه، لسه ما حصلوش، لسه ما المهندس اللي عندي لسه ما اعتمدوش، تمام. لما المهندس عندي بيعتمد وانا ببعته للكونتراكتور علشان يستلمه، وهو خلاص بيستلمه بيديني الاستامب اللي عليه، بقوم انا مسكنه تاني وحطه في الاوت جوينج عشان كده ابقى عارف ان هي الايشو هنا عندي بالنسبه لي خلصت وما عنديش اي بيندنج بورك بعد كده، تمام. فالسيكونس ده هنلاقيه موجود في كل التكنيكال دوكيومنتس اللي هتقابلنا بعد كده. في دوكيومنتس تانية برضو احنا بنتعامل فيها اللي اسمها سايت انستراكشنز اللي بيطلعها الانجينير، بيطلعها للكونتراكتور اذا كان هو شايف في عنده اي مشكله في السايت، فبيطلع حاجه اسمها سايت انستراكشن دي برضو بنعمل لها سكان وبندخلها تحت الفولدر ده. في بعد كده هنا ريكوست فور انفورميشن. طبعا احنا عارفين طبعا كل انواع الدوكيومنتس دي، او احنا لسه هنتكلم عنها بالتفصيل فيما بعد ان شاء الله. زي ما قلت لكم كل السب فولدرز هنا كلها نفس السب فولدرز، تمام، باختلاف الرقم بتاع الفولدر هنا الاساسي المين فولدر. هنا 15 هتلاقيها 15.1 كده، هتلاقي هنا مثلا دي 16 هتلاقيها 16.1. طبعا دي احنا اختلفت هنا عشان الرقم المين فولدر هنا فوق اتغير. وهنا نفس برضو السيكونس بتاع التكنيكال ديسيبلينز، شوب دروينج نفس القصه، الميل ترانسميتال ريكورد. دي حاجه بيستعملوها الشركات مع السايتس لو انت بتبقى محتاج ان انت تخاطب الهيد اوفيس عندك، لازم يكون في نوع من الدوكيومنتس او نوع من الفورمز لازم انت بتتعامل بيها مع الهيد اوفيس بتاعك، تمام.
فدي كانت طريقه من ضمن الطرق اللي احنا بنعامل بيها الهيد اوفيس. لو السايت عاوز يبعت حاجه للهيد اوفيس بيعمل حاجه اسمها ميل ترانسميتال ريكورد او ميل ترانسميتال فول، لها رقم وبيدي لها سيريال وبيبعتها وبيحط عليها كفر كده وبيقول ايه الحاجات اللي هو رافقها مع الدوكيومنتس دي. ممكن تكون سي ديز، ممكن تكون وقود، ممكن تكون دوكيومنتس، ممكن تكون الهارد بتاع الباك اب بتاعك، اي حاجه من الحاجات دي، علشان انت ما ينفعش تتعامل معاه لان دي حاجه هارد رايحه له، فما ينفعش انت تتعامل مع الهيد اوفيس بتاعك بلاتر، ولا ينفع تتعامل معاه بالفاكس، دي حاجه رايحه هارد. فاحنا دي فورم بتعملها ككفر ليتر عشان يستلمها منك الدي سي اللي موجود في الهيد اوفيس، ويبقى فيه ريكورد عندك بالحاجات اللي هو استلمها. تمام. في بعد كده هنا الاتندنس ريبورت اللي احنا بنعملها شهريا، بنحطها هنا طبعا الترتيب بتاعها بيبقى بالشهر. في بعد كده هنا عندنا الانسبكشنز، احنا عندنا ثلاث انواع من الانسبكشنز بنعملهم في البروجكتس. اول حاجه انسبكشن ريكويست فور انسبكشن، وبعد كده انسبكشن فور ماتيريال ديليفر تو سايت، واخر حاجه التست اللي بتحصل في البروجكت، زي التست بتاع التستات اللي بتحصل بتاعه الكهرباء والميكانيكال والحاجات بتاعه البورينج والكلام ده كله، كل التستات دي بتبقى محطوطه اندر سب فولدرز دي. في بعد كده عندنا هنا تكنيكال كنترول ريبورت، لو في عندنا ريبورتس تكنيكال بتبقى موجوده عندنا بصفه دوريه في البروجكت بتتحط تحت السب فولدر ده. وهنا عندنا الاسبلت دروينج، بيتحط فيها كل الاسبلت دروينج اللي متقدم، هتلاقوها برضو بنفس السيكونس بتاع الديسيبلينز اللي احنا اتعاملنا بيه من الاول. هنا في بعد كده الاو اند ام مانيوالز والوارنتي، دي بتبقى كلوز اوت دوكيومنتس موجوده في كل بروجكت، بتبقى موجوده في اخر البروجكت، بتبقى عباره عن ان هو المانيوالز بتاعه السيستمز الموجوده في المشروع، فلازم يقدموا فيها اوبريشن اند مينتننس بلان، ودي لازم تبقى كل الدوكيومنتس تبقى موجوده اوريجينال، بيبقى فيها كاتالوجز، بيبقى فيها وارنتي سيرتيفيكت، بيبقى فيها سبير بارت سيرتيفيكتس، يبقى فيها كل الحاجات دي. فكل الدوكيومنتس زي ما بتبقى موجوده هارد كوبي وحضرتك بتستلمها عشان تسلمها للكلاينت في اخر المشروع مع كلوز اوت دوكيومنتس، لازم برضو تحتفظ بيها كدوكيومنتس عندك، لعل وعسى ممكن تحتاج لها لاي وقت في المشروع. تمام. هنا عندنا كلوز اوت ريبورت، دي الريبورتس اللي احنا بنقدمها في اخر المشروع تماما، واحنا بنسلم الدوكيومنتس النهائيه. طبعا هي بتتسلم عن طريق ليترز، بس انا برضو لازم احط الريبورتات بتاعتي دي وصلت لحد فين في المشروع، برضو بيبقى لها سب فولدر تاني. وهنا ترانسميتال اوف دوكيومنتس برضو بنفس السيكونس بتاع الديسيبلينز. بقى لنا ايه هنا كده؟ سب كونتراكتور ابروفل، لو انا عندي مقاول باطن وانا محتاج ان انا اعتمد مقاول باطن، فده بيعتمد على الطريقه دي، بتحط فيها هنا كل الفورمز بتاعت السب كونتراكتور ابروفلز بتبقى موجوده في نفس الفولدر ده. اخر حاجه الاكسيدنت ريبورت، لا قدر الله يعني لو حصل ان احنا عندنا في البروجكت اي اكسيدنت حصلت، بتحصل بحتفظ بكل ما يخص الاكسيدنت في المشروع في المكان ده، بيبقى بس الاكسيدنت مش ملهاش علاقه بس بالاشخاص، ان هو لو حد اتجرح او حد اتعور لا قدر الله، حد مات ولا حاجه، بيبقى برده لو حصل اي مشكله الاكويبمنت مثلا صحيوا لقوا في عندهم مشكله، لقوا في اكويبمنت اتخبطت، حصلت حادثه في المشروع، اي حاجه من الحاجات دي، كل دي بتعتبر تحت الاكسيدنت ريبورتس. وبتتحط الريبورتس بتاعتها هنا، بتتسلم في خلال 24 ساعه، وبتتحط الدوكيومنتس بتاعتها هنا. دي طبعا ما لهاش ديسيبلين لان هي بتبقى طالعه زيها زي اللاترز، ولازم يتاخد اجراء وقائي لكل يعني كل حاجه يحصل لك عشان حصل الموضوع ده، الاجراء الوقائي اللي اتخذه الكونتراكتور في عشان ما يحصلش ما يتكررش عنده الحادثه دي تاني. طبعا بتروح لل اتش اس اي مانجر، وهو بيعتمد اذا هو فعلا ده خلاص كده قفل الكيس دي، ولا الكيس دي لسه مفتوحه ومحتاجه كلاريفيكيشن اكتر، او محتاجه انفستيجيشن تاني اكتر. تمام. احنا كده خلصنا كل الدوكيومنتس اللي احنا ممكن نكون بنتعامل فيها في اي بروجكت كونستراكشن. بس احنا ممكن تكون في حاجه انت عندك في البروجكت بتاعك احنا ما اشتغلناهاش، او حاجه مش شبه الحاجات دي، فبالتالي احنا بنخلي دايما في فولدر اسمه اذرز لاي حاجه تانية انت محتاج ان انت تدخلها جوه الفولدرز دي. انت بقى عاوز تعمل كلاريفيكيشن اكتر، عندك معلومه تانية، البروجكت مانجر محتاج ان هو يعمل سب فولدرز لحاجه تانية، ممكن تحطها تحت الاذرز، او ممكن تسمي فولدرز تانية، بس هو ده الاساسي اللي عندنا. تمام. طيب نيجي دلوقتي هنا للفايلنج بتاع التكنيكال دوكيومنتس. مثلا احنا قلنا ان احنا بالنسبه لللترز احنا خلاص هنتعامل في اللترز ان هي ملهاش ديسيبلين، بالنسبه للتكنيكال دوكيومنتس
بيبقى بالنسبة لنا هنا أسهل لنا إن إحنا نكتب الـ Project Reference، وبعدين الـ Document Type، نوع الـ Documents دي إيه، هل هي Material، هل هي 3D، هل هي Shop Drawing as Built، إيه نوعها، بعدين الـ Discipline بتاعها Mechanical, Architecture, Structure، Electrical، إيه نوعها برضو، بعدين تكتب الـ Sequence Number بتاع الـ Documents والـ Revision Number بتاعها. يفضل أنت تكتب الزكاة الداتا دي ان ولا اوت علشان تقدر ان انت تعمل لها كلاريفيكيشن. طب احنا لو ما كتبناش الان ولا اوت بتاع الدوكيومنتس دي، تفتكروا ايه المشكله اللي احنا ممكن نقع فيها؟ حد عنده فكره؟ لو انا اهملت موضوع الان والاوت ده وتعاملت بس لحد السيكونس بتاع الريفيجن، ايه اللخبطه اللي ممكن تحصل في البليسمنت فايلز؟ طب هتحصل من فين يا أستاذة أمي؟ هتحصل من فين الـ replacement files؟ sorting، أنت هترتبه وما هتحط كل واحد في مكان، خلط المعتمد. لا بص، أنا هقول لك على حاجة، وارد إن أنت في نفس اليوم، يعني أنا بالنسبة لي بعمل سكان اليوم كله، أنا عندي حاجة اسمها فولدر، أنا بعمل عليه سكان بتاع اليوم كله، بحتفظ الفولدر ده as a backup، تمام؟ بعمل السكان بتاعي النهارده مثلا يوم 30/7، بقوم فاتحه قايمه الصبح، فاتحه فولدر اسمه 30/7 على السكان، تمام؟ وبعدين ببتدي اعمل كل السكان بتاعت الدوكيومنتس، على اخر اليوم بعد ما بخلص الدوكيومنتس بتاعتي ببتدي اعمل لها رينيم لكل الدوكيومنتس بتاعتي، تمام؟ الان والاوت، وارد ان انت في يوم من الايام ان انت في داتا او في انفورميشن او في فورم تدخل لك النهارده تطلع في نفس اليوم، تمام؟ لو انا مثلا دخل لي ماتيريال سبميت المعماري رقم 6 النهارده، وهي رجعوها في نفس اليوم وخلصوها عشان كان الموقع واقف عليه، فهتبقى عندك ماتيريال معماري رقم 6 ان واوت هما الاثنين بنفس الاسم، وواحده هتبقى رقمها والثانيه مكتوب عليها 2، فهيسهل لك اكتر ان انت تبقى عارف ان دي ان كومينج، يعني دي هي الاوريجينال اللي دخلت لك في تاريخ كذا، والثانيه اوت جوينج، ان هي دي الاوت اللي طلعت من عندك النهارده وهي خلاص كده حصل لها سبمشن واتسلمت للمال، تمام؟ ده وارد ان هو يحصل لك، يعني هي مش بتحصل الكيس دي كتير، لان احنا عبال ما بنسلمها اصلا بيكون هما قبل ما يبصوا فيها ويبصوا فيها تاني يوم، بس وارد ان يحصل مثلا في الانسبكشنز، لان الانسبكشنز حاجات بتخلص في نفس اليوم، ماتيريال ديليفر تو سايت حاجات بتخلص في نفس اليوم، واحنا قلنا ان احنا عاوزين نعمل سيستم يكون شامل كل حاجه، ما يكونش بيتغير ويكون ابليكابل على كل حاجه، تمام؟ احنا كده خلصنا محاضره النهارده، دي كانت اخر حاجه في الجزء بتاع الـ sequence، تمام؟ حد عنده أي أسئلة؟ ده كده احنا طبعا من النهارده المفروض في جزء تاني هناخده، بس احنا كده الوقت سرقنا، مش هنلحق، هو يا دوبك احنا كده بنرد على الأسئلة. ما هي الطريقة المناسبة لأخذ الباك اب من منسقي المواقع؟ يعني إيه الطريقة المناسبة؟ معلش مش فاهمة. يعني حضرتك شغال في هيد أوفيس وعندك ناس شغالة في الموقع؟ معلش يا استاذ يحيى، بس اوضح سؤالك لان انا مش فاهمه سؤالك. هو الافضل في الحفظ الترقيم ولا الاختصارات؟ يعني بص، الطريقه اللي احنا عاملينها بتاعت الاندكس دي هي شامله الاثنين. في الفولدر حضرتك بتكتب الرقم بتاع الفولدر وبتكتب اسم الفولدر ايه. طبعا انا هنا كاتبه الاسماء بالكامل علشان تبقى واضحه لكل الناس وتبقى الناس كلها فاهمه احنا بنتكلم عن ايه. انما لو حضرتك شغال على سيستم، فحضرتك ممكن تعمل فايل صغير كده زي وورد مثلا، وتكتب فيه الاختصارات بتاعتك اللي انت بتتعامل فيها في الاندكس فايل بتاعك، وتقول ان الاختصار ده بيشرح الحاجه الفلانيه دي، تمام؟
وتقدر تستعمل الاثنين مع بعض. يعني مثلا بدل ما تكتب كل الكورسبوندنس دي تقدر تكتب سي او ار، فهيبقى مفهوم ان هي دي كورسبوندنس. اوكي، بالنسبه للرينيمينج بتاع الفايلز نفسها اللي انت عامل لها سكان، الفايل بتاعت الدوكيومنتس نفسها، يفضل ان انت تبقى عاملها اختصارات وبلاش الارقام، لان الارقام مش هتبقى مفهومه، لان انت الرقم الوحيد اللي المفروض بتركز عليه هما رقمين، رقم الريفيجن ورقم السيكونس نمبر بتاعه. تمام، فلو حطيت ارقام تانية زياده هتبقى في لخبطه، انت مش عارف الواحد ده رقم السيكونس نمبر ولا رقم الفايل نمبر. تمام، هو انا كدوكيمنت كنترول مسؤول عن كرييت الاي ارز والام اي ارز، حضرتك مش مسؤول عن الكرييت تماما، هو حضرتك بتبقى مسؤول ان انت تراجع الكفر بتاع الدوكيمنتس دي وهي طالعه. تمام، في ناس تانية بتخلي في دوكيمنت كنترول مسؤول ان هو يعمل الام اي ار، بس برضو مسؤوليته بتقف عند ان هو يكريت الكفر، ملوش علاقه بالكونتنت اللي جوه. المفروض المهندس بيجيب لك كل كامل الكونتنت الموجود بتاع الدوكيومنتس، وبيدي لك وبيدي لك كل الكونتنت بتاعه، وكل ما على حضرتك ان حضرتك بس بتعمل الكفر ليتر بتاعها وبتقدم السيكونس وكل حاجه فيه. ممكن ناخد النموذج ده؟ ممكن طبعا، اكسترنال هارد لكل موقع. طبعا لازم يكون في اكتر من اكسترنال هارد لكل موقع، لان انت في نهايه في نهايه البروجكت ما بتبقاش مش بيكفيك هارد ديسك واحد، ومحتاج اكتر من هارد ديسك. هل تساعد برامج اداره البيانات زي الاكسس او غيره في برامج اداره البيانات استخدام او ميزه في اداره بيانات مشروع؟ طبعا هو دايما الاكسس بيبقى احسن من الاكسل، بس بيبقى محتاج حد يكون بيتعامل معاه بروفيشنال اكتر. يمكن الاكسل بالنسبه لنا بيبقى سهل في التعامل، والايكويشنز بتاعته بتبقى سهله، بتبقى بسيطة، بس الاكسس بيبقى محتاج داتابيس كبيرة، فانت يفضل انت لو انت بتشتغل على الاكسس الصراحة، او لو في بلاتفورم تاني انت بتعرف تشتغل عليه. مالها الاس او ار او الاس ان سي ار؟ انا زي ما قلت لحضرتك ده السامبل بتاعت الكونسلتنت، ممكن يكون في ان سي ار مثلا احنا بنتعامل فيها بتعمل لها سب فولدرز لوحدها تانية مع سايت انستراكشنز او سيبريت من سايت انستراكشنز. فايلينج ماستر بلان، معلش اللي داخل باسم دي سي انا مش فاهمه، معلش مش فاهمه سؤالك. Can you send us these files as an example؟ طيب انا هعمل لها، هحط الفولدرز دي هعمل لها كومبريس وهحطها على السيرفر. الخطابات المتبادله لنفس الخصوص هتكون نفس الاسم ولا التغيير لها احترافي؟ لا لازم تكون بنفس الاسم، عشان لو حضرتك بتدور على نفس السبجكت لازم تعرف توصل لكل اللتر او الكورسبوندنس اللي كانت بتتكلم على نفس السبجكت، فيفضل ان هي ما يتغيرش السبجكت بتاعتها، بس طبعا هي بيتغير الديت وبيتغير مين بعت لمين. الفايل هينزل فين؟ هحطه على الجروب بتاع الواتساب، واحطه على الجروب بتاع الفيسبوك ان شاء الله. ما هي الطريقة المناسبة لأخذ الباك اب من المنسقين في الموقع وأنا شغال في الإدارة؟ بص هقول لك على حاجة، هو المفروض إن هو بيعمل باك اب ويكلي زي ما أنا قلت لك، بيعمل باك اب ويكلي على الهارد اللي معاه، يبقى في هارد اكسترنال مع حضرتك طول الشهر، وبتديهوله يوم واحد في الشهر ينقل لك عليه الباك اب ويرجعه لك تاني. تمام؟ وحضرتك بتاخده تنقله على السيرفر عندك في الهيد أوفيس علشان ترجعهوله في كل مرة فاضي معلهوش الداتا القديمة، او عليه الداتا القديمه اخر داتا قديمه عنده بالنسبه له علشان هو ينقل لك عليها الداتا، فما تاخدش ما يقعدش ينقل الداتا بتاعت من اول السنه مثلا او من اول البروجكت لحد الفتره دي، ينقل بس جزء بتاع الشهر ده. حضرتك ممكن تتفق معاهم ان يبقى عندك يوم في الشهر انت بتبعت له الهارد ديسك فاضي او الهارد ديسك عليه اخر باك اب، بحيث ان هو يبعت يحط عليه الباك اب ويبعته لك تاني يوم. بس حاول بقدر الامكان ان انت ما تسيبش الهارد ده موجود كتير في السايت علشان ما يحصلوش دامج او اي مشكله. هل طبيعي اسلم الاستشاري نسخه من اللي عندي بعد الردود البي دي اف؟ والله بص هو ده مش طبيعي، بس في ناس من الاستشاري ما بيحبوش ان هم يتعبوا نفسهم ان هم يقعدوا يعملوا سكان تاني، بيقول لك انت كده كده انت كده كده هتعمل سكان، فدي بتبقى حاجه فريندلي ما بينك وما بينه، والله هو الدنيا ما بينكم ماشيه بيس ولطيفه، هتديله السكان اللي عندك انت كده كده هتعمله لنفسك،
انت مش بتديله حاجه زياده او مش بتعمل له شغلانه مخصوص عشان بس بتاع ده. بس طبيعي ان هو كل واحد بيعمل السكان لوحده عشان تلافي الاخطاء اللي ممكن تكون متكرره. ممكن حضرتك كمقاول تقع في خطا مثلا او تسكان حاجه بطريقه غلط او تقمات مثلا جزء من الورق، فالغلطه دي هتسمع عنده لو هو مش بيراجع الداكومنتس اللي عنده. بس ده برضو بيرجع لطبيعه العلاقه ما بينكم عامله ازاي. يا جماعة لينك الحضور هيبعتوه، مش عارفة انتوا زعلانين ليه. حاضر هيبعته الأدمن، هيبعت لك لينك الحضور. ينفع أدمج حاجة الكواليتي كلها مع بعض في فولدر واحد؟ حضرتك تقصد إيه بحاجة الكواليتي؟ أحط ملف الإكسل فين لو أنا شغال؟ حضرتك ممكن تعمل سب فولدرز هنا بعد الأزرز، أو تعمل مثلا رقم 28 ده اللي هو اللوكس وتحط فيها كل شيتات الإكسل بتاعتك. بس أنا بالنسبة لي لما كنت بشتغل على السيستم ده، أنا كنت بره السيرفر ده، يعني أنا بره السيرفر ده كنت بعمل حاجة اسمها لوكس. ومن خلال اللوك ده هو ما كانش بيبقى محتاج إن هو يدخل على كل التقسيمة بتاعت الفولدرز دي، وكان كل ما عليه إن المهندس محتاج إن هو يفتح اللوج الخارجي اللي بره علشان يدور. مثلا لو هو بيدور على الماتيريال يفتح اللوج بتاع الماتيريال ويشوف انهي ماتيريال بيدور عليها ويدوس على اللينك بتاع الهايبر لينك. هو كده ما كانش بيبقى محتاج ان هو يدخل يدور في الفولدرز دي. الفولدرز دي متقسمه التقسيمه دي بالاندكس ده عشان تسهل عليا انا الدوكيومنتس وانا داخله احط لها اعمل لها فايلنج، تمام؟ مش على الناس التانيه اللي جايه داخله تستعمله. فحضرتك ممكن يبقى الكفر بس بتاعك او الانترفيس بتاعك لكل الانجنييرنج اللي عندك اللوجز اللي عندك، بس ده في حاله ان انت هتعمل هايبر لينك على طول وانس ان انت تعمل ابديت للسيرفر. هل من الممكن تقسيم الملفات بالوان متعدده؟ عادي، بس المهم اهم حاجه تبقى مريحه للعين بالنسبه لك علشان ما تتعبكش، بس عشان انت تقعد تستعملها فتره اطول. لو امكن فهرس محتوى الكورس وما توصلنا اليه وفاضل كم محاضره. فاضل المراسلات كلها بحطها اكسل في واحد ان واوت. اه بالظبط، هو المفروض ان المراسلات كل شيت المراسلات تبقى كل شيت واحد لكل الناس، في كل الان والاوت كله في مكان واحد. احنا في المراسلات بالذات ما فيهاش ان واوت. حد عنده فكره ليه؟ ليه المراسلات ما فيهاش ان واوت؟ علشان المراسلات دايما انت بتبقى محدد مين بعت لمين. احنا قلنا كل المراسلات هتبقى فروم وتو، فانت مش محتاج ان حاجه تقول ان ده ان ولا اوت، لان انت مكتوب قدامك ان هو ده جاي لك من مين، فمش محتاج ان انت تحدد ان واوت. original copies of submittals should with contractor correct. ايوه المفروض الاوريجينال كوبيز بتاعت اي حاجه المفروض تبقى مع الكونتراكتور عشان هو هيسلمها لحضرتك في اخر المشروع. زي الاسبلت مثلا المفروض تبقى الاوريجينال على كل الدوكيومنتس تبقى الاوريجينال عنده، ان في اخر المشروع هو بيسلمك الحاجات دي official hard copy original. خلاص يا جماعة كده شيت الحضور نازل. هو ينفع أقدم ترانسميتال شوب مكون من 3 لوحات للاعتماد يقوم لغي لوحة منها وشطبها من على الكفر؟ هو ممكن ما... لا هو ما ينفعش ان هو يلغيها من على الكفر. هو ينفع ان هو يديها اكشن كود دي ان هي كانسلد او ان هي ريجكتد، وهو معنى كده ان هو رافضها، وان هو حضرتك مش هتقدر تقدمها تاني في السبميت ده، تمام؟ بس ما ينفعش ان هو يشطبها من على الكفر. انا هنا سبت لكم شويه ريفرنسز احنا استعملناها في تحضير الماتيريال دي. ان شاء الله لو حد حابب تاني ان هو يتكلم في حاجه، يعني يدور على حاجه بروفيشنال اكتر، ممكن يكون احنا في حاجه احنا ما قلناهاش ففي معلومات زياده، هتلاقي كل الريفرنس دي موجوده هنا. ايه تاني؟ IFC drawing and the details drawing and design drawing. Please explain in English.
طيب ال IFC drawing and the details drawing, all these drawings should be in contract drawing, or contract documents in drawing documents. Okay. IFC and the details drawing is already it's called design drawing. It should be in contract documents with the specifications and POQs and contract documents. طب يا جماعة كده في حد عنده أي أسئلة تانية؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله بخير. الحمد لله رب العالمين. كنت حضرتك واحنا بناخد الكورس اتكلمنا على موضوع الرينيمينج، تمام. فكنت حضرتك بتقولي ان احنا لازم نحط سبجكت في الرينيم. فسي انا جاي لي اكتر من مطالبه من اكتر من حد، خليني ان انا شغال في الـ يعتبر في المالك، تابع للمالك. فانا تمام. دلوقتي لما بيجيني مطالبات من اكتر من حد بيبقى كله كاتب مثلا كلمه مطالبه فقط، فعلى المطالبه لو انا كتبت كتير جدا كلمه مطالبه في الديسكريبشن بتاع الفايل مثلا هبقى محتاس كتير فيها. طيب انا لو عملت الاكسل زي ما وضحت حضرتك ان انا بكتب الان لوحده والاوت لوحده، وجاي لي في الان كلمه مطالبه من سي المقاول الفلاني وبالرقم الفلاني او بالريفرنس الفلاني بتاعه، فانا برجع للهايبر لينك بتاعه، ولو عايز الملف نفسه ان انا ابعته بقدر ان انا اخش على رقمه اللي انا مسيفه بيه اوريدي. مش ده افضل طريقة ولا حضرتك بتتكلمي في حاجة تانية انا مش فاهمها؟ بص، هو احنا ليه بنكتب السبجكت؟ عشان احنا مثلا في الكورسبوندنس، بس احنا بنبقى محتاجين ان احنا مثلا نجمع الايشو دي بتتكلم عن ايه، او ايه اللي حصل في الايشو ده في الاخر. تمام. عاوزين نعرف مين الحاجات دي، اللاترز ده وصل لمين. انا مثلا كبي ام مثلا باخد اللاتر ده من الكونتراكتور، بديه للكونسلتنت، باخده بعد كده من الكونسلتنت بديه للكونتراكتور. فاهمني؟ وبعد كده فاهم باخد، حضرتك. لو في حاجه تمام تاني حصلت باخدها واديها للكلاينت. فانا عاوزه اللوب دي تبقى كلها واضحه قدامي كسبجكت معين. المفروض ان هو يبقى الموضوع ان ديتيلز، او حضرتك تطلب من الكونتراكتورز اللي شغالين معاك ان هم يكونوا ان ديتيلز، بيكتبوا مثلا السبجكت بتاعهم، بيكتبوا مطالبه رقم كام، او مطالبه بتاعت ايه، هل هي مثلا بتاعت اسقف، بتاعت ارضيات، بتاعت حيطان، بتاعت ايه بالظبط. تمام. يبقى السبجكت بتاعهم يبقى ان ديتيلز شويه عشان انت تقدر تتراك الايشيو دي بطريقه كويسه. حضرتك لو مش عاوز تكتب، او انت شايف ان هي بالنسبه لك يوزلس ان انت تكتب العنوان بتاعك او السبجكت بتاعك، انت هتضيع فيه وقت وانت كده كده بتدور في الاكسل شيت مثلا. فانت بالنسبه لك الهايبر تقدر لينك تفلتر، بالظبط تقدر تفلتر على كونتراكتور معين لو انت عاوز تراك الايشو بتاعته دي. مظبوط. بس هو مهم طيب جدا ان في انت تخليه يكتب رقم للمطالبه دي، يعني يدي لك ريفرنس في السبجكت عشان يبقى واضح بالنسبه لك تراك الدوكيومنتس دي. طيب انا لو فعليا ما بقدرش ان انا احكم الكونتراكتور في ان هو يبعت لي ديتيل معين في السبجكت، بيبعت لي دايما كلمه مطالبه مثلا، انا بديكي مثال لان دي دايما بتجيني يعني حالات كتيره منها. لو انا جاي لي كلمه مطالبه وان انا بروح في الديسكريبشن بتاعي في الاكسل، بروح انا سيب بروح فاتح قوسين مثلا وكاتب مطالبه، وانا اللي بحط الديسكريبشن اللي ايوه، انا شايفه كنت لسه من هقول لك، انا كنت لسه هقول لك كده. حضرتك تقدر ان انت تكمل ديسكريبشن زي ما انت فاهمه، او تديله ريفرنس تقدر تتراك بيه. مظبوط مظبوط. يعني انا مثلا كنت بتعامل مع كونتراكتور ما كانش بيعرف يكتب مثلا المطالبه سي، مثلا ما كانش بيعرف يكتب ان اي بي سي دي رقم كام، بس انا عندي سيكونس نمبر للاي بي سيز بتاعته. فكنت دايما وهو بيدهوني وهو بيسلمه لي كنت بكتب على السبجكت بايدي على الجواب بتاعه ان ده مثلا اي بي سي رقم كذا. فاهمني؟ ولما بدخله عندي على الداتا عشان اقدر تتراك الدوكيومنتس دي بسهوله. تمام استاذ اسلام.
تفضل. دكتور، ايه حضرتك استاذ محمود؟ لو لسه اتفضل. مع حضرتك استاذ محمود، ما الاكسل شيت لو انا بحطه سي مثلا للاي ار، كاي ار جوه الملف، حضرتك بالتوزيع اللي انت موزعاها عامله سي للالكتريكال لوحده، للميكانيك لوحده، لكل يعني لكل تخصص لوحده، بحط لكل واحد اكسل معين ليه جوه، ده افضل، ولا ان انا بحط له اكسل كامل للاي ار وبوزع جوه التخصص وبعمل له فلتر لما بعوز اجيب منه حاجه؟ إيه لا حضرتك بتحط كل ما يخص الاي ار كله في اكسل واحد، وبتفلتر بعد كده لما انت بتوز، لان انت وارد ان انت تكون محتاج الاعمال مثلا في مبنى معين، فانت بتسيرش تمام على كل حاجه في نفس المبنى، فمش هتقعد تفتح 5 6 اكسل. تمام. فاهم حضرتك، تمام كده. فبالنسبه لك ان انت تحط كل الداتا في اكسل واحد وتفلتر بعد كده على المباني اللي انت عاوزها، او لو انت عندك انت متاكد ان انت مش هتستعمل ده، ممكن تحطها في تابس تحت. صحيح برضه، او شيت استخدام. تمام. في شيتس تانية تبقى منفصلة، لو انت متأكد انت مش هتعمل ريبورت، هتبقى شامل كل الحاجات، كل الداتا دي في مكان واحد. جميل جميل، جزاك الله خير، شكرا. وإياكم إن شاء الله. شكرا أستاذ إسلام، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الو، السلام عليكم. كل سنه وحضرتك طيب يا دكتوره، وحضرتك الصحة والسلامة. شاكرين على مجهودك العظيم ده والله الصراحه. ربنا يخليك. معلش انا النهارده كان عندي مشكله كده بسيطه خالص. انا مثلا مقدم ماتيريال لسبلاير او لمانيفاكتشر للاستشاري، مثلا شركه الرحاب متخصصه مثلا للمواسير وحاجات زي كده، كهرباء تمام، خراطيم وحاجات تمام. زي كده. طبعا انا كنت معتمدها الاول، اعتمدتها كشركه واعتمدت بعض الخامات منها تمام. طبعا جيت اقدم، طبعا هي اخذت اكتر من ريفيجن حد ما هي اتوافقت، وصلت مثلا لريفيجن 5 حد ما هي اتوافقت تمام. دلوقتي انا جيت عشان اعتمد حاجه تاني لنفس الشركه، لنفس شركه الرحاب، ابعتها ريفيجن ولا ابعتها ريفرنس جديد؟ لا ثانية واحدة، هو حضرتك كنت بتعتمدها as a subcontractor ولا كماتيريال؟ اعتمدتها سب كونتراكتور، ومن سب تمام كونتراكتور كنت بعتمد بعض من الماتيريال معاها. تمام خلاص كده انت اعتمدت سب كونتراكتور، خلاص ده كده سب كونتراكتور شغال مع حضرتك. تمام. تمام، حضرتك هتبتدي بقى تعتمد ماتيريال للكونتراكتور ده، كويس، هتبعتها ماتيريال سبميتر. حلو، تمام. حضرتك تمام. بقى بعتها مرة واثنين وثلاثة لحد ما توفيت، ولا انت كنت بتتكلم ان السيكونس اللي حصل ده كان حاصل في بعتها، الكونتراكتور؟ بعت حلو. لا انا بعت من الماتيريال دي حبه منها، مثلا حوالي ما حد ريفيجن 5، بعض من الماتيريال بتاعتها، يعني مش الماتيريال كلها، لا بعض منها. دلوقتي انا عندي ماتيريال تاني زادت، ان انا المفروض اعتمدها، الماتيريال دي اعتمدها ازاي؟ اعتمدها بريفرنس جديد ولا لا اعتمدها بريفرنس بنفس جديد، الريفرنس؟ بريفرنس جديد. وهو يفضل ان انت بتبعت الماتيريال للاعتماد تبعت ماتيريال واحده فقط، يعني زي مثلا حضرتك عندك 5 انواع من الماتيريال، ما تبعتش 5 مع بعض في فورم واحده. ليه؟ لان انت وارد ان هو مثلا يوافق لك على 3 ويرفض لك 2، فانت عندك ده لسه كده واقف، السبميتر ده ما اتقفلش. يفضل ان انت تبعتها ماتيريال منفصله، كل ماتيريال تتبعت لوحدها منفصله، علشان يبقى سهل اولا تسرع فتره الابروفل بتاعتك، لما هو يبقى موافق او رافض يبقى رافض ماتيريال معينه حضرتك عارفها وواضحه بالنسبه لك ان انت تقدم غيرها. انما انت لو عندك 5 6 بيبقى وقت المراجعه فيها اكتر، بيبقى الكونفيوجن فيها اكتر، بيبقى البتاع ده كون ان حضرتك تقدر تبعت لها تاني ريسبميت او ريفيجن بيبقى واخد وقت من عندك انت اطول. فاهمني؟ فيفضل انت تبعتها سيبريت، اذا يفضل انت تبعتها لوحدها، تبعتها لوحدها تاني منفصله ريفرنس جديد. في أسئلة تانية يا شباب؟ ممكن نزود يوم كمان في الأسبوع بحيث نضغط مدة الكورس شوية ولا صعب؟ والله هو صعب جدا، لأن أنا فعلا يعني يوم السبت ده اليوم الوحيد اللي بقدر إن أنا أظبط وقتي كله فيه، فبعتذر. معلش إحنا عارفين إن الكورس طول مننا شوية، علشان بس فترات الأجازات الطويلة اللي إحنا أخدناها، أخدنا شهر رمضان أجازة، أخدنا بعد العيد كمان أجازة طويلة، أخدنا في العيد الكبير أجازة طويلة، فأنا بعتذر بس
مش هقدر ان انا ادي حاجة تانية غير يوم السبت بس. بس احنا ممكن نخلص الجزء بتاع الاساسيات ده ونريح مثلا بتاع شهر مثلا كده، نراجع في الجزء اللي فات او زي ما تحبوا. خلينا بس لما نخلص الجزء بتاع الاساسيات ده نتفق عليه باقي قد ايه من المحاضرات. يعني احنا لسه قدامنا عشان كل في شوية احنا بندي جزئية بسيطة في المحاضرات. مش بحاول ان انا يعني اخد وقت طويل في المحاضرات رغم ان احنا النهارده معديين الساعتين اهو، بس بحاول ان جزء ان احنا ناخد حاجة صغيرة ونطول فيها الشرح شوية عشان تبقى مفهومة وتبقى قدرتوا ان انتوا تستوعبوا كل الديتيلز بتاعتها. استاذ محمد مكي بيسأل بالنسبة للخطابات ازاي افرق بين الدايركت اللي بيجيلي والسي سي والجوابات. احنا كنا قايلين في الخطابات احنا التقسيمه بتاعت الخطابات احنا قلنا ان هي هيبقى في مثلا من كلاينت للكونسلتنت، من الكونسلتنت. شوف حضرتك انت شغال ايه الدور بتاعك في البروجكت مثلا. لو انت الدور بتاعك ان انت كونسلتنت فهي اي حاجه رايحه للكونسلتنت هتبقى جايه لك، اي حاجه رايحه للمقاول تبقى حضرتك سي سي فيه، لان اكيد الجواب ما جالكش الا لو انت سي سي فيه. بس لو هو من مكان فروم وتو، تو ده مش انت الشخص اللي مبعوت له الحاجه تو، فمعنى كده ان هو جاي لك انت سي سي. تمام، وضحت الجزئيه دي؟ طب في حد عنده اسئله تانية؟ كده أفضل علشان نفهم، لأن في حاجات من خلال نطاق شغلنا فمحتاجين نفهم. تمام، طيب أستودعكم الله، لازم لا تضيع ودائع، أشوفكم على خير إن شاء الله الأسبوع الجاي بإذن الله. هبعت لكم الفايل ما تقلقوش، هبعت لكم الفولدر بتاع الهيكل التنظيمي ده حاضر وكل السب فولدرز اللي جواه علشان يسهل عليكم لو أنتوا هتبدأوا في شغل جديد. أشوفكم على خير إن شاء الله الأسبوع الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.